وسريع مع مونيك باسيلا زعرور، كل جمعة 12 الظهر على جرس تخوت. صحي وسريع. بونجور بونجور بونجور، حس كتير اشتقت لكم مع انه مقطعت جمعة، بس يعني هالسنة كان حلو. هاي اول سنة بتاريخ حياتي انا الجمعة العظيمة مرتين ما بكون على الراديو اجمالا، فهالسنة كانت كتير حلو انه عملنا الحلقات نهار الخميس. بتمنى انه في كتير منكم عرفوا فتابعونا كمان، لانه اسم الله كانت الحلقة كمان والعاني مثل العادة ما لحقنا ناخد نفس. فاول شي برحب فيكم نهار جمعة عن جديد. طبعا حلقتنا اليوم من صحي وسريع معكم اخصائي التغذية مونيك باسيلا زعرور والمخرج جو جرجيس. فويلكم باك جو. طبعا حلقتنا ساعتين، كل عالم بيقول لي ساعتين بتضلك تحكي ساعتين، معقوله؟ بقول لهم ساعتين ما باخد نفس. الله يساعد اللي عم بيسمعني. فما بعرف كيف بتقضوا، كيف تتحملوا هالساعتين، مش مهم. المهم اللي عم بيسمعنا لاول مره، نحن بنضلنا للساعه 2 بناخد اتصالات مباشره على الهواء، بناخد واتسابات، بنسمع فويس مسجز، البتكن يا حيلا سؤال، وبنعتبر ونؤمن انه ما في سؤال سخيف. بحب كتير بهالبرنامج انه شباب وبنات بيتصلوا، رجال والنساء بيتصلوا، الأمية بيتصلوا والحكمة بيتصلوا. فبحب كتير كتير قديش بيقولوا لي شو التارجت اودينس بصحي وسريع. بستحق اقول انه عن جد عن جد عن جد كل العالم فيها تسمع صحي وسريع، لانه نحنا بننزل على الارض ومنفكر معكن على الارض شو عم بتعيشوا كل يوم كل يوم كل يوم. انا صار لي 23 سنة مخر أكتر 24 سنة مخرجة من الجامعة، وبشتغل من قبل ما أتخرج، ففي خبرة 24 سنة على الأرض عم تنطبخ وتتقدم لكم كل نهار جمعة عبر جرس سكوب من 12 للتنتين. فيكن تتصلوا فيي طبعا مباشرة، وبحب خاصة إذا في إشياء شخصية 0595888885، والواتساب. الواتساب هالاختراع اللي عن جد يعني منصير نقول كيف كنا عايشين بلا واتساب قبل. على الواتساب طبعا فيكن تتصلوا، ما فيكن تتصلوا، فيكن تبعتوا لنا مساجات على 0398919. إذا بتكون تبعتوا فويس مسج، بليز 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 سكروا شبابيك 30 ثانية ماكسيموم، خلي مساجكن يكون صحي وسريع. قبل ما بلش اليوم، قبل ما بلش لأنه بلشوا يندرزوا الواتسابات، بدي أحكي لكم عن موضوع كتير مهم، لأنه كتير عالم بتسافر، وخاصة اليوم هلأ اللي مسافر فاكانس مرة هيك رايح سفرة على البحر جمعة، مش لح ما عم بتوجه لإله، عم بتوجه للبزنس ترافلرز، يعني الأشخاص يلي بيسافروا كتير كتير وبياخدوا الطيارة بشكل أسبوعي ويمكن مرة أو مرتين. فهدول الأشخاص كتير عم نشوفهم عنا بالعيادات، وأصلا كتير عم بيكتروا وكتير عم بينصحوا. ففي طرق الواحد فيه يعملها طبعا لحتى يتجنب، كيف فيه ينصح كتير حمروا عليهم هيك مرور الكرام، وقلكن انه شو الاشياء اللي فيكن تعملوها بالمطار. اول شيء واهم شيء تتذكروا انه المطارات تبعونا بمطارنا يمكن اصغر مطار بالعالم، بس انه مطارات العالم ار هيوج، ونحن كلنا بنوصل على المطار قبل بساعة قبل بساعتين، ويمكن تقطعوا الحدود او تفوتوا على المحل خلص ما فيكن تظهروا شي ساعة، كل العالم بتقعد وبتنطر الطيارة. ليش بهالساعة انتو ناطرين؟ ليش ما بتتمشوا بالمطار؟ مش ضروري تركضوا، بس انه ما تقعدوا. هيدي كتير كتير اشياء سخيفة ما بتفهموا قدي بتساعدكن انه تتحركوا. اقطعوا كل الدوان وخلصوا كل شيء كل شيء كل شيء، وبلا ما تقعدوا ناطرين الطيارة. اوقات بنقعد 45 دقيقة ناطرينا، فيكن تتمشوا قد ما بدكن هنيك، رايحين جايين رايحين جايين، حطوا موسيقى تمشوا، لا تعملوا سبور ولا تكونوا عم تركضوا، لابسين تيابكن. واكيد اكيد اكيد اذا مرة عم تسمعني وبتسافر كتير بشغلة، اكيد المحل الوحيد اللي لازم تلبسوا هيك شيء خفيف على اجركن هو بالطيارة. انا ما بفهم كيف في عالم بتفوت على الطيارة لبسة كعب 10 سنتي، يعني عن جد انه كيف معقولة واحد يقدر يمشي بالمطارات؟ هيدي شغلة كتير مهمة. كمان من الاشياء اللي انا اذا فيكن خلوا الشنطة اللي ماسكينها على ايدكن تكون صغيرة، انه اليوم ما بفهم انا واحد ليه بده ياخد 10 كيلو محشيين الا اذا مش اخدين لوجيجز، يعني اذا واحد اخد هاند باج وبس. بس اذا عندكم لوجيجز انه فيكن
تحملوا جزء بشك أدو شيء صغير مش ضروري يكون كتير كبير حتى تقدروا تحسوا حالكم مرتاحين تقدروا تحطوه على ظهركم وتتمشوا بالمطار. هيدا كتير بتأثر. كمان في مطارات اليوم بالعالم إذا كان عندكم وقت كتير نطر يعني إذا عاملين إسكال بمطارات حضارية ما بتصدقوا لحقلكن عنه بس في كتير مطارات فيهم جيم والجيم ار اكسسبل لكتير عالم مش دوري بس تكونوا فرست كلاس رايحين او بزنس كلاس حتى تقدروا توصلوا لهم. ديز ايربورتس خاصة يلي بيسافر مثلا على مطارات معينة فيكن يمكن جوجل قبل ما تطيروا وتعرفوا اذا في جيم هونيك او لا احسن 100 مرة مما تقعدوا يا باللونج او بتكونوا عم تاكلوا كل الوقت او يعني فيكن تتحركوا بهالطريقة هيدي او تعملوا سبورت كون هونيك. كمان بسمع انه في كتير اشخاص ما بيطيقوا اكل الطيران فما بياكلوا شي كل الوقت وبس ينزلوا على المطارات بيروحوا على المطاعم وبياكلوا او العكس بياكلوا اكل اكل الطيارة لانه انه متقدم لهم. اكل الطيارة كتير اجمالا فيه ملح اوكي اقل صينية اذا بتاكلوها كلها اقل شي فيها توصل للالف كالوري. سو اذا انتو منكن جوعانين وما بتحبوا اكل الطيارة بلي وبلا الملح اللي بيكون بقلبه وفيكن انتو ساعتها تجيبوا سناك اذا ما بتحبوا اكل الطيارة بليز انا عم بنطلق من مبدا انه انتم ما بتحبوه بس تاكلوه لانه بيتقدمكم. اكيد اكيد الجواب لا تاكلوا منيح قبل ما تطلعوا على الطياره وقولوا للاشخاص انه ما بدكم تاخذوا ما تاخذوا الصينيه احسن فور ذا انفايرمنت من ما تاخذوها ويرجعوا يكبوها. فهي الشغله كتير ضروريه. فيكم تاخذوا معكم انتم مثلا ناتس فيكم تاخذوا معكم فواكه وتاكلون اذا كانت الطياره ابو 3 4 ساعات مش حرزانه انكم تاكلوا هيك بتكونوا اكلين قبل ما تطيروا وبس تنزلوا فيكم تتغدوا محل محترم ما يكونوا عم تاكلوا اشياء مضره. الاوتيلات خاصه انا برجع بذكر عم بتوجه للاشخاص اللي كل جمعه بيسافروا اللي رايح سفريت فاكانس هيك رايح يتسلى ما 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 تأيد علي عم بقول لك عنه. هلا الاوتيلات بدها تكون يعني اجمالا واحد اذا بيسافر كل جمعه تنقول بروح على السعوديه يعني اجمالا بينزل بزيت الاوتيل واذا لا ميك شور انه كنت تتأكدوا انه الاوتيلات فيهم جيم فاسيليتيز واكترية الاوتيلات فيهم. فهي شغلة كتير ضرورية ما بتصدقوا قدي العالم بتقول ما عنا وقت انه نروح نعمل جيم على بكرة وشو بيكون كل نهار عندهم ميتينجز وكل الميتينجز فيهم قهوة وفيهم كوكيز وفيهم فبتروحوا على هالسفرة هاي بتقضوها عم تاكلوا ما بتتحركوا. ضروري جدا انا بلاقي انه الاشخاص اللي بتسافر كل جمعة انه تكون عندها السيستم انه تنزل على الجيم حتى لو 30 دقيقة تعمل سبور بالجيم. واذا لا ولا برجع بقولكم انا بحب كتير الترينر اللي بسمع بحضره كتير على على اليوتيوب اسمه مليونير هوي عنده 30 دقيقة بأوضة الأوتيل بيعلمكم تعملوا سبور قبل ما تبلشوا نهاركم. ايه ضروري جدا واحد اذا بيتحرك بالأوتيل قبل ما يبلش نهاره ما بتتخيلوا قديش هالشي مهم بيعطيكم انرجي بيعطيكم طاقة وبيخلوكم تبلشوا نهاركم من غير منظار وبس تنزلوا على الترويقة you can grab something هيك على السريع بتاكلوا ترويقة الأوتيلات يلي بيفيت هول كوارث على البيئة خاصة إذا أنت كل جمعة بتسافر أو أنت كل جمعة بتسافري إنه فيكن إذا عاملين سبور محممين أصلا ما بيكون عندكن قابلية تاكلوا المطعم كله بتنزلوا بتاخدوا ساندوش صغير شي صغير خاصة إذا بنهارات لح يكون عندكن بزنس ميتينجز وعطول بيكون في مثل كوفي بريك وبيكون في أشياء تامتين يعني. انا لاني بركض ولانه بلاقي نيال اللي بيركض مثلي احلى اختراع بالعالم انه بعمل سبور وين ما بروح يلا بلد بروح له. انا فاكانس او مش فاكانس عن طول عطول عندي مره او مرتين بدي اركض يعني مثلا حسبوا رايحين انا واخواتي رايحين مسافرين على محل انا بوعى قبلهم على الساعه 6 بروح بركض بعمل برمتي وبقول لهم يلا اكتشفت هون بدنا نروح ما في احلى من انكم تركضوا بمدينه كتير كتير معروفه صباحا قبل ما يصير في عجقه تكتشفوا المدينه على طريقتكم وتتعلموا هالسبور هيدا الركض من احلى رياضه ممكن انسان يعملها احلى
أرخص وأكتر رياضة بتنعمل وين ما كان وكيف ما كان وشو ما كنتوا عم تعملوا. ففيكن تسألوا الكونسيرج اللي بالأوتيل إنه وين في تريل. إجمالا كل بلدان العالم الحضرية فيها تريلز اللي عنا، بس إنه حتى بلبنان فيكن تنزلوا تركضوا على المنارة إذا بدكن. وكمان بالمطاعم، هلا رح نبلش بالبوفيه تبع الاوتيل. انا على طول بقول للاشخاص اللي بيجوا على صحي وسريع انه اذا كنتوا لنهار ونهارين انه بتكون تتعودوا على زيت الاوتيل، والترويقه ترويقه يعني ما لازم تكون كتير كبيره. اذا رايحين جمعه عندكم مثلا، شو بعرفني، عندكم كونغري جمعه، فيكم تقسموا الترويقه هيك شقف كل يوم تاخدوا شقفة، لأنه هنا يا بيكون مثلا ترويقة في البيض والفواحش تبع البيض، أو بيكون الكولد كاتس، أو بيكونوا مثلا السيريالز والإشياء هيك. So you can divide البيفيه بثلاث شقف، تنقول تنام تتروقوا هالقطعة هالشقفة هاي، ثلاثة هون، ولكن تتكونوا مرقتوا إذا عبالكم تدوقوا من كل شيء. أكيد مش كل يوم بناكل ثلاث أربع مرات أو ثلاث أربع صحون على الترويقة، لأنه حتى لو مدفوع حقها أو حتى لو فور فري، أنتوا حتدفعوا حقها من قلبكم وكلويكم وكبدكم بعدين كتير كتير غالي. رح نذكر بالأرقام 0595-8885 تتسمعوني صوتكم الحلو، لكن 0595-8885 والواتساب 0399-91-99. وآخر شغلة اللي بدي أقولها، طبعا بالمطاعم وبالمحلات، لأنه بس يكون في بزنس ميتينجز عطول بنجتمع على الأكل، إذا فيكن تتهربوا منها شيء بيكون أحلى 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 طريقة. أنا بسافر إذا عنا كونغري عنا شيء let's have lunch together، بحس انه اوقات بقول لا، لانه اذا راح مع حدا I'm gonna have lunch وانا مع بالي، let's have coffee together. جربوا قد ما فيكن، cut down on lunch meetings، لانه بتاكلوا اكتر بتحكوا كتير، على الخجل بتطلبوا اشياء زيادة، واكيد على طول في الكول بالدق. وقت تروحوا ببزنس ميتينج مش ضروري تكونوا عم تشربوا الكول ابدا، فيكن تاخدوا اوغازوز وحطوا لها حامض وملح، يعني اعملوا لها مثل مكسيكن اوغازوز، وجربوا خففوا من شرب الالكول وحددوا. انا كتير 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 بحب انه على البيفي على بكره على الترويقة، بعرف ان هذا الشيء بتلاقوه غريب، باخد فواكه معي على طول بشنطه بيكون في فواكه، باللانش على طول خفيف، يعني بناخد ساندويتش بناخد شيء من السوبر ماركت وين ما نحنا كنا، أو إذا في عنا شيء سريع. وعشية بحب أتعشى عشا مثل العالم والناس بأحلى رستوران على رواق، بس ما فيكن تتروقوا بيفيه تتغدوا برستوران وتتعشوا برستوران وتستنظروا أنه ترجعوا من السفرة ضعفانين، لأنه شبه مستحيل يعني اللي عم بيكون عم نحكي. فقبل ما اختم هالمقدمة هاي عن اللي بيسافروا كتير، ايه المجهود بده يكون يومي، ايه الانتباه على اكلكم يومي، ايه الواحد بده يفكر شو بده ياكل كل يوم بحياته، ايه واجباتنا واقل واجباتنا. انا برأيي غلط كتير تتركوا بيتكم كل يوم مش عارفين هلا منين شوف شو بدنا نتروق، وهلا بشوف شو بدي اتغدى، لانه هلا بشوف شو رح يصير وزنكم بعد سنة وسنتين من هالاتيتود هيدي. كتير بيساعد انه تفكروا دقيقة بس، حتى لو بدكم تعملوا ديليفري، حتى لو بدكم تعملوا اوردر، حتى لو بتكرهوا تطبخوا، انه انتوا عم بتسوقوا على شغل كنت قرروا شو رح تتروقوا وشو رح تتغدوا اليوم اذا مش جايبين معكم الاكل، وانتو بالسياره يمكن تطلبوا الاكل، ما تنطروا لاخر دقيقه وتكونوا كتير 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 جوعانين تطلبوا، لانه المنقوشه بتصير اثنين، والغدا اكيد اكيد رح يكون همبرجر مع فرايز مع شي سوفت درينكس. هلا نح سمعوني صوتكم، لكن 0595-8885 والواتسابات على 0399-91-99. جو 12 ودقيقتين، سوري بس ليش مش عم بتحطولنا مونيك؟ سمعتها 12 ودقيقتين. ايه انا معهم، لازم نبلش على 12 جو من هلا ورايح، خلص 12 للتنتين، يعني 12 للتنتين خلص، الدعايات بدها تمروا قبل 12. اوكي جو. مونيك كيفك حبيبتي؟ بدي اسألك على الشغلة، في حدا عم بيقول لي انه في شيء بتديني بيعملوها هيك مثل نقط وزبزبات على شيء هيك زبزبات على الدينة بخليكي انه انت تقطعي شهيتك وتقدر تعملي كنترول اكتر على اكلك، شو رأيك بهالموضوع؟ يعني عم تحكي عن
الاكوبانكتشر او ما فهمت عن شو عم تحكي. انا شو رايي بهالموضوع؟ رايي انه موضوع ما له معنى مدام بدك تعملي شيء بتقدري تعمليه كل حياتك كل حياتك كل حياتك كل حياتك. هاي مونيك، كيفك؟ كيف احوالك؟ ماشي الحال؟ انت تحكي 100% صح. اخر سفره سفرتها كانت سفره اكل بفي الصبح بفي الظهر بفي عشيه، لكن صحنا شوي بس احمد عفوا انا من النوع اللي بحب يعمل رياضه، بنحب يقعد الدنيا. مونيك بونجورني بون ويكند. ميرسي يا مهضوم. حدا طلب فات تيست، طبعا انتم بتعرفوا كل المستمعين نهار الجمعه بين 12 والساعه 2 فيكم تكتبوا لي فات تيست ونحن بنعطيكم ارقام فيكم تتصلوا فيها حتى تاخذوا موعد. بليز انا بطبخ من كتابك بس بدي اعرف بشوربه عدس كم كفكير الحصة؟ بالحصة كاتبة فيها 250 كالوري. الكتاب مدام كتير كتير واضح، يعني بتشوف الروسيت اوكي لكم شخص. اذا نقول لخمس اشخاص يعني هاي الطبخة اللي عم بعملها بدك تقسميها على خمس اشخاص، كل شخص بيطلع له 250 كالوري. انه ما قصدي كم كفكيرة ما بقدر اقولك، بس بتصور كفكيرتين يعني مني اكيدة، بس انت كتير هين انك تعرفي تعمليها هاي الشغلة. بونجور مونيك، انا بسمعك من الكويت. كنت بدي اسالك اذا الفيتامين دي بيأثر على الانرجي تبعتي لما اروح على الجيم. بروح 5 أيام بالاسبوع فبحس الانرجي منا كتير قويه لما اشوف غيري كتير قوي، فبدي اسال اذا الفيتامين دي ممكن له علاقه بهيدي الانرجي. يعني انه انت بتحسي انه لانك مش عندك ديفيسيانس بالفيتامين دي، ما فهمت عليك صراحه. اذا انت عندك نقص بالفيتامين دي ولازم تعالجي هذا الموضوع، مع انه انا شخصيا كنت بحب اعرف اكثر منك. اذا فيك يا تتصلي فينا مباشره لانت من الكويت او ترجعي تقولي لنا. اذا لا هل اذا كتير عندك نقص بالفيتامين دي اكيد بياثر، انه اذا مزبوط في كتير نقص. وليش تتخلي حالك هالقد محتاره؟ خدي الفيتامين دي، هي فات سوليو بالفيتامين. يعني اذا اخذت اليوم لحسبي اخذت كميه والحكيم وصف لك اياها، هي بتتخزن بالجسم. بس كمان كنت بحب اعرف شو بتعملي، قد ايه بتركدي، ليش عم تحسي بالتعب؟ بلشتي هلا ودغري عم تحسي بالتعب؟ انه معقول كتير اشياء تتكاثر من ناحيه معينه، يعني بدنا نشوف شو السبب. بونجور مونيك، صار لي فترة أنا بالبيت عم بعمل بردماند، عم بحمس اللوز بقشرته بنطرته يسقع وبرجع بطحنه، بس في حدا قال لي إنه على المدى الطويل هذا الشيء بيأذي، أفضل إنه دايما تشيل القشرة منه. يعني طلب مني إنه انقع اللوز من الليل لتاني نهار وارجع شيل قشرته ونشفه وحمصه وارجع أعمله. بقى شو رأيك بالموضوع؟ ما بعرف ليش قال لي هيك، يعني انه ما بحب الحق انه انا لا بفضل. اذا في هلا هو مش طيب اجمالا اذا القشرته موجوده، انه نحن كوميرشلي نحن ما بنقدر نعملها. انه انا وقت بعمل بطحن البينات بقشره، جربت مره 2-3 خلي القشره الخارجيه بتعطي لون مش حلو والعالم ما حبته، سو اضطرينا نشيله. بس اذا انت بالبيت عم تعمليه وانت حابه تعمليه اكيد 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 خلي القشره مدام، بالعكس. بس ليه بقول لك؟ يعني بحب اعرف اكثر، بركي هو عنده علم بشي نحن ما عنا علم فيه. بس على علماتي على معلوماتي لا ما فيها مشكله ابدا. حدا عم بيقول لي بونجور مونيك، انا عمري 22 سنه وصار لي 23 سنه بسمعك لأنه لما كنت ببطن الماما كمان كنت أسمعك. بحبك كتير. wishing you forever success wherever you are. حبيبي مرسي كتير. thank you that's so sweet. هاي مونيك، كيفك؟ أنا كمان بدي أقول لك شغلة، أنه اكتشفت أنه القعدة بالبيت عكس ما الواحد بيفكر كتير بتنظم الأكل. وأنا من الأشخاص اللي بعمل الأكل تبعي السلاد مع طبختي الصبح، وبترم بعد الترويقة الأساسية على الساعة 10 بظهر. بظهر سوبر ماركت، بظهر صبحية عند ناس ما بتحب كتير الأكل، عاملة دايت مثلي أو منتبهة على صحتها مثلي، وبرجع مثلا على 12 اخذ الفروي او مثلا من 12 ل2 بظهر. وبس ارجع الساعه 2 كتير 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 ضروري انه تكون طبختي خالصه، وكتير ضروري انه يكون السلاد جاهز، والا اذا ما كانت خالصه انا بقش البرات كله. 100% كلامك عسل، اهم شيء التنظيم. امبارح مثلا كنت بعياده الاشرفيه واجا شخص
لعنا، لو نحن هلا عملنا رينوفاسيون لعيادة الأشرفية. سوري أنا بعتذر من كل زبونات الأشرفية اللي نطروا صراحة، لأنه كسرنا حيطان وزبطناها، صارت جاهزة، وأنا هلا نازلة من بعد الراديو على الأشرفية. امبارح بقى إجا شخص عم بيخبرني عن مشاكله، بيشتغل بالبيت، أوكي، هو محسبجي، عنده كذا كذا شركة بياخد لهم محسباتهم، كل نهار بيقعد من البيت، بيوعى الساعة 5 للساعة 12. قلت له خلص بقى، يعني مين بيشتغل من 5 ل 12؟ انت كل نهار بتلوطع، يعني بتاكل شوي بترجع بتقعد، واذا في شيء انترفيو على التلفزيون بتحضره، واكيد يعني لانه بتقول هلا بعد شوي برجع بكمل هاي، وهي بعد شوي برجع بكمل هاي، هيدي لعنه لعنه لعنه. انا ابدا 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 ما بحب انه الانسان يعني يعيش هيك. فايه بفضل انه توعى بكره الساعة 5 تروح تمشي ساعة، ترجع على البيت تتحمم وتلبس ثيابك، تفوت تقعد بمكتب مثل العالم، او خد روح على كوفي شوب اقعد دروس. وقلت له بالتحديد بالكوفي شوب تاخد معك 10,000 ليرة بس بس بس، وحبة فواكه انت بتحطها بشنتك. الانسان بده يساعد حاله، ما فيكن تحاربوا حالكن، يعني ما فيكن تروحوا على كوفي شوب معكن 100,000 ليرة وانتو قاعدين عم تشتغلوا كتير 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 جوعانين، انه اكيد رح تروحوا تشتروا شوكولا واشا ما لها معنى، او رح تشتروا مافن، او رح تشتروا دونات، رح تشتروا اشا. بس اذا انتوا رايحين ومروقين منيح ومعكم تفاحه وعم تشتغلوا وعارفين انه على الساعه 2 رح ترجعوا على البيت، 99% وما معكم فراطه كتير، بتشتروا فنجان القهوه وخلصت القصه. يعني بدكم تساعدوا حالكم، واللي عم تعمليه مدام عين العقل. وقت بترجعوا على البيت بتتغدى، قلت له حتى فيك تنام من الساعه بعد الظهر وترجع تكمل شغلك 3-4 ساعات وخلصنا. ما فينا نضلنا عم نشتغل من 5 ل 12، مين بيشتغل من 5 ل 12 كل يوم كل يوم كل يوم على فرد نفس؟ هذا حكي ما له معنى ابدا، هذا كتير بخليكم تلوطعوا وما تعودوا تركزوا على حياتكم. ومثل ما عم بتقولي بدك تظهري من بيتك صلاتها حاضرة، طبخة حاضرة، ما قالك غير تجي وتدغري تبلشي اكل. بونجور مونيك، يعطيك العافية. أنا مرة عمري 40 سنة، عملت كوليسترول 232، الHDL 59، الLDL 160، مع أنه بداري حالي بالأكل ومرات بمشي، شو بدي أعمل مرات بمشي؟ لك شو يعني مرات بمشي؟ بدكن تمشوا كل يوم 10,000 فشخة تقريبا. يعني إذا أنت عندك الـ LDL 160 ولازم يكون 130 وعمرك 40 سنة، يعني أنت عم الشرايين تبعولك عم ببلشوا يكونوا مش كتير صحيين. طب من هلا لعشر سنين، يعني على الخمسين، وقتها بتقطعك الدورة الشهرية، إذا شرايينك مسكرين إنه عندك خطر على قلبك، إنه بتخاطري بقلبك، أو بكل يوم بتمشي بتحطي البيدومتر وبتعدي فشخاتك، ولازم تكوني عم تعملي 10,000 فشخه بالنهار. فهلا اوكي بتعملوا 7 احسن من مشي، بتعملي 5 احسن من مشي، الالتيميت هي توصلي للعشرة. وبينعملوا، مش انه ما بينعملوا، بينعملوا. فاعملوا شيء، وهلا اكيد لازم تشوفي حكيم تتاكد انه انت منيحه وكل شيء وهيك. وانا عمري 46 سنه وما عندي كوليسترول وما عندي تريجليسيريد، مش لانه انا حلل علي روح القدس، لا، لانه انا بشتغل بمجهود، لانه انا شفت بي توفى عمره 63 سنه لانه ما كان يهمل حاله. فتعلمت انه لا، انا ان شاء الله يمكن ما طب وموت على قبل 63، بس انه I'm doing my best. وحتى لو متت على عمر 63 انا عم تطلع روحي. فيني اقول انا شخصيا عملت واجباتي، وعن جد عن جد عن جد من عند ربنا. شو بعمل؟ اشتقلي. فاصل علينا مستمعينا وبرجع لكم. ما تنسوا كل حدا بده يعمل فحص دهن مجاني. وهلا كمان اذا بتحبوا تشوفوا الاشرفيه هيك اللي كانوا قبل بالاشرفيه، ارجعوا اكتبوا لي بس فتاست حتى نرجع نشوفكم. صحي وسريع، we'll be right back.
نتابع مستمعينا الكرام والعاني والعاني واتسابات، وفي عنا اتصال. بس بذكركم انه معكم اخصائي التغذية مونيك باسيلا زعرور من برنامج صحي وسريع عبر جرس كوب، والمخرج جو جرجيس. فيكم تتصلوا فيه على 0595-8885. الو بونجورين. منيحه. انا اول شيء كثير بحبك. ميرسي. ثانك يو. وبدي اقول شغله، انت من بعد لما انظلم الكل، انت الوحيده او ما بعرف بتقولي انه انت اخصائيه تغذيه، لانه بنروح عند كذا وحده وكلهم بيعرفوا عن حالهم انه هن حكامه. ما بعرف هذا السيستم بلبنان بعد ما مشوا انه يشكلوهم لهالكلينك اللي عم بيقولوا انه نحن دكاتره. ما بعرف، ما فيني احكي عن غيري يعني، بس انا ايه لانه انا مجربه يعني وبعرف، بس انا هيك حبيت انه زامدك بهذا الشيء. ميرسي ميرسي. ثانك يو. اوكي، انا بدي اقول شغله، انا بعمل سبور وبمشي. هي انت شجعتيني انه بلش امشي، صار لي كذا تقريبا سنه بمشي خي، وبعمل 20,000 ستيب بالنهار، مش ديميل. انت بتقولي مينيموم لازم ديميل، انا بعمل 20,000. واو برافو. بلشت هايكينج كمان، بعمل 3 ساعات بالجمعه او 4 ساعات. قد ايه حلو؟ كثير حلو عن جد. بدي امشي بالشتا كمان، مثل ما انت مره شجعتينا انه لازم واحد يمشي تحت الشتا كمان. قد ايه حلو؟ كل شيء حلو. بس هي شغلي، انا عامله فحوصات دم كثير، فحوصات مناحن، الاس دي ال عندي 90، ال دي ال عندي 60. هي هاي بعد ما صارت صح. بس انا عندي غده هيبوتيرويد، بس إيه؟ باخذ دواء وعنديها كثير منيحه، يعني بعمل شاكتي مواف وسات وعنديها 1 تقريبا. خي خي. بس في شغله باكل هيلثي اوقات، لا لما كذب يعني، بس في شغله انه الهبس عندي ما بعرف شو بتقولي لهم بالعربي، الوراك الوراك ما عم بيروحوا. بيقولوا لي ما رح يروحوا بحياتك، لانه هذا عظم، العظم ما بيروح. لو رحت عند دايتيشن، رحت عند حكيم، بلا انا بحس كل شيء على الطبيعة. قد ايه وزنك؟ قد ايه وزني؟ انا وزني تقريبا شيء 60 وطولي 1.61 متر. يعني رائعة. عندها بس ما رح اقول عن حالي رائعة. بلا رائعة، انا لإلي رائعة. هلا اذا بدك امرقي لعنا اعملي فحص دهن. اوكي بدي اقول لك شغلة، انا رحت لعندكم مرة وعلى الاشرفية وكان كل شيء بيرفكت وهيك، بس انا رحت هيك يعني. اوكي اي نو كيف اكل. وشو قالوا لك؟ ما قلت لها وقت عن الهبس، ما قالت لي انت منيحه، اذا بدك تضعفي يعني شي كات كيلو فيك تضعفي يوم، بس انه جسمك كثير حلو، بس انا الهبس ماني مقتنعه فيهم. اعملي لهم عمليه. شكلي ماني مبسوطه. اوكي اعملي لهم عمليه، اذا انت ما فيك، اذا انت بدك بس تروحي الهبس شيليون، اعملي لهم يا ليبوسيسيون يا جربي هلا بالفات فريزينج، جربي انه انت بتشجع بهالقصص. انا بشجع، بشجع. اذا انسان مثلك بيعمل رياضه وبياكل منيح، وانه ليه بدي شجع واحد يزبط منخاره ما يشيل الهبس تبعوله اذا معقدين له حياته. شو انا، لانه انا ضد كل شيء هيك قصدي. انا كول، ما عني ضد شيء بصراحه، يعني ضد انه الانسان يكون كل ما بيطلع بالمرايه ما بيشوف غير هالشيء. عرفت شو قصدي؟ اذا انت هالقد زعجينك في حلول يعني شيليون، لانه ربنا خالقك هيك، ربنا خالقك هيك، ما فيني غير لك لون عيونك يعني. كوني هلا بدك تضعفي كتير كمان، بدي اقول لك انه اذا صرتي 56 كيلو رح يروحوا. بس انا كنت هيك، بس انصحت، انا كنت عايشه برا بالكويت وعملت سيفير ديبرشن واجتني الغده من ورا ستريس. انا نصحت 10 كيلو او 12 كيلو بسنه وما كنت عارفه انه عندي الغده، جيت اتحكمت هون بالروم ومشي حالي وعم بضعف يعني ماشي حالي. I'm eating healthy active. لكن بس تقلك شيء، you have two choices. أنا لقلي يا بدك تنزلي على 56 تيروحوا، بس الطريقة اللي بدك تنزلي فيها، أنا كمونيك ما بلاقي أنه طبيعي إنسان ينزل لل 56، لأنه كتير كتير بتكوني restrictive بأكلك. بس if you can do it and you can do it for life, go ahead. أو عملي له عملية، ما في ما بدون شيء شفط دهن يعني، مش أنه طيب. انا ما بدي، انا على الراديو عم بحكي وبتحمل مسؤوليه كل كلمه بقولها. انا ما عم بقول انه انت لازم تشيليون، انا عم بقول لك ليه بدي شجع انسان بيطلع بالمرايه ومنخاره كتير كتير زعجه
وبيروح بيعمل له عمليه وبنتقبل هالشيء. انت عامله كل واجبات. انا ما عم بقول لانسان وزنه 80 كيلو روح اعمل عمليه، ابدا ابدا ابدا. انا عم بقول لانسان بتمشي كل يوم 20,000 فشخه، بتعمل هايكنج، بتاكل بطريقه صحيه، ضعفانه 10 كيلو، عم تعمل المستحيل، عندها الدنجوره على الشمال ودنجوره على اليمين قهرينا، هيدول صعب ينشاله لانه انت هيك. الا اذا نزلت هالاربع كيلو، اذا نزلت هالاربع كيلو حتصير كتير عايشه بستريس، لانه اول ما تنصحيهم حيجوا دوبل. انتبهي، هذا اللي عم بقوله. اوكي، بس اذا ضعفتهم ودلتنا ضعفانتهم بكون ما وكمان رح ارجع لك، ما بقدر انا اعرف، لا بعرفك ولا شايفتك، وما بعرف جسمك كيف رح يضعفهم. يمكن هالاربع كيلو ينزلوا من صدرك وظهرك. انا اي كانت جارنتي اني ثينج، ما بعرف. اوكي كرم عيونك، اهلا وسهلا فيك. اهلين، معي اتصال. الو، بونجورين، ميرسي. بدك تسكر الراديو، بدك تقرر صوتك كتير خارق باذني. اي اي اي، ما بتتخيلوا انا شو بحس. بليز بليز. ايه احسن. اوكي، انا عمري 30 سنة وعندي صبيان وبدي انصح لانه وزني 30 كيلو. ولو 30 مر عليك هيدا 30 30 40 كيلو صار عمري 30 ووزني 40 كيلو، ما بعرف اذا نازله هلا شوي لانه لي فتره ماني اخذته. كل عمرك هيك؟ ايه بالاجمال يعني ماكسيموم اكثر مره يعني طلعت لل 46 قبل ما اتجوز، وبحبله اخذت 15 كيلو وصلت لل 55، هيدا ماكسيموم يعني. قديه طولك؟ اكثر من هيك. قديه طولك؟ قدي طولك؟ 158 متر و58 تقريبا. وبتاكلي؟ باكل شوكولا، باكل كل شيء فاست فود، كل شيء هيك طيب يعني. ممكن حيلا انساني كثير ينصحه بس ما بحس نوي ولا شيء يعني. حتى بالليل يعني بوقع بالليل باكل شوكولا، شوكو ماكس وموز، هول الاخبار يعني اللي ما ممكن ولا انسان يقدر يتقبلهم وياكلهم بلا ما ينصح. وعامله كل الفحوصات، شايف الغدد عندك اذا كل شيء نورمال، كل شيء منيح؟ ما عندي شيء، ما عندي شيء نهائي. عامله فحوصات؟ عامله فحوصات لغدتك؟ لغدديك؟ لا لا ما عندي، ما عندي نهائيا ابدا. بدي اشوفك، بدنا نقعد. ليكي في ناس كتير كتير قليل، نسبه قليله من العالم يعني، بدك تقولي واحد بالالف اثنين بالالف بيكونوا مثلك، بياكلوا 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 بس جسمهم ما كان دايرة كل الوقت. بس انا معقوله لانه كثير هايبر يعني انا وعصبيه، ممكن هالشيء بياثر. هلا في كثير ناس عصبيه وبهايبر، وبس انه اذا اكلوا شوكوماكس بتاني نهار بيطلع على الميزان وبيكونوا زايدين يعني. ما الدنيا منا عادلة، كل إنسان حسب إفرازاته، حسب قدي بيحرق، حسب يعني كتير إشياء بتلعب هالدور. هلأ إذا أنت كتير بهمك أنك تنصح وعن جد بدك تنصح 6 كيلو بدنا نشوفك. وصدقيني صدقيني أوقات أصعب أنه إنسان ينزل 20 كيلو من ما غيره ينصح 6 كيلو، بس أنه بدأ جلسات. إيه بدأ جلسات مش جلسة. وأوقات كتير أنت شخص مثلك، أنا حسب خبرتي، هلأ كل إنسان عنده سيستامه، هذا بنهارين مثلا انت اذا عصبت صار معك شيء ما بيعودوا ياكلوا. انت هيك صح مزبوط. ممكن ابقى 3 ايام بلا اكل ولا شيء نهائيا، ما عاد مشكله. ايش منين بدك تجيبي وزن؟ ما في امل، ممكن يكون عندي بلا أمل. في امل اكيد، في امل، في امل، بس بدك كيف انسان نحن مثلا بنعلمه كيف ياكل حتى يضعف، من علمك تاكلي حتى تنصحي بطريقة مزبوطة. وبدك تفصلي تون التدام انت شعورك، وهذا شيء كمان يتطبق عند الناصح. الناصح اذا معصب بيسمح لحاله انكونسيامون انه يفوت يقعد بالبراد وياكل، لانه تخانق هو مرته وصار لازم ياكل، عصبته. عرفتي المرأة اذا كان عندها تندانس انها تاكل، كل ما مثلا صار حدا قال لها كومنتير بالشغل، قال لها مديره شي كلمه، صار في شي شغله، هالانحطاط بالشخصي بالنفسيه بيسمح لها انها تروح تشتري اربع شوكولا وتاكلهم. انت كمان العكس، انت بصير معك كل ما يصير في ستريس بليتك بتنقطع وبتبقى في تاكلي. سو كيف منعلمه انه بالسراء والضراء؟ بدنا نعلمك انت كمان انه بالسراء والضراء بدك تاكلي. ما فيك تسمحي لحالك انت تقعدي 3 ايام بلا اكل، ما فيك. جسمك ما بيقبل، قلبك ما بيقبل، كبدك ما بيقبل، فانتبهي. اوكي اذا بدك بعتي لنا كلمه فتست وتعي خلينا نتعرف عليك، فينا ننصحك، بس بدك تلتزمي، بدك تفوتي تلتزمي كمان. اوكي تكرم عيونك، اهلا وسهلا.
هذا عم بيقول لي اذا البروكولي بيعمل نفخه. ايه البروكولي بيعمل نفخه وبيعمل ريحه بالهواء كتير 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 مزعجه. شوف فوائده كتير صحي وبيجنن. كله فيتامينز وانتي اوكسيدنتس. وفي ناس عندها سنسيتيفيتي عليه اكتر من ناس. مش كل انسان بياكل بروكولي بيتضايق، بس اغلبيه العالم بتتضايق. موجود مدام مونيك، بدي اسالك. كانت انا شخص من سبورتيف تقريبا جمعه عم بعمل سبور، بالعاده ما بصير معي مشاكل. امبارح حويت شوي الانتنسيتي تبع الورك اوت تبعي بالكارديو، وجعك مع انه كنت مغديه، حمرك الوجه وصار عندي طرقات قلب كثير قويه وحسيت بتغيب عن الوعي. هل هيدا الشيء خطر برايك؟ لا مش خطر، لانك مش معوده، ما لحق قلبك، يعني عضل قلبك منه معود انه يلحق هالقد كميه اكسجين. اكيد 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 ما فيكم تعلو، ما فيكم تتحمسوا على رياضه من نهار للتاني. انتبه اذا ما صار معك هيك بكره بتعملي انفكسيون باجري مثلا. حسب انت ما بتعملي سبور ابدا ابدا، وهلا فرد مره اقتنعتي مني اليوم وبدك تبلشي تعملي سبور، تطلعي بكره على تردمل بتمشي 10 دقائق بتحب الخبريه، تاني نهار بتمشي 20 دقيقة بتحب الخبرية، تالت نهار بتمشي ساعة، بيلتهبوا عظمك من تحت لأنه كل شيء جسمك منه مهيئ لهذا الموضوع. ويمكن أنت قلبك منه مهيئ أنه هالقد هالكمية، لا طبيعي جدا. وحسب قد ايه أكلة ومتى أكلة، يعني إذا أكلة دغري وطالع على التردمل كمان ما بيسوى. إذا بدك تصلي فيه 0595 8885. حدا عم بيقلي احلى ساعتين. هلو مونيك، ليام بتطار اتعشى ونام دغري. ايام بتطار اتعشى ونام دغري، شو الغلط بالموضوع؟ مرسي. اذا كل نهار عن جد متغداية وكل نهار مش اكل شي بعد الظهر وتعشيتي ونمتي على مسؤوليتي، ما فيها شي. مرحبا مونيك، كيفك؟ بدي اسألك، مدامتي خلفت من اسبوع تقريبا، بس البنت ما عم تقدر ترضع من صدر امها، وكمية الحليب اللي بعدها عم تطلع نتيجة الشفط يعني منا كمية كبيرة، عم تكون تقريبا 30 ml. بقى شو المأكولات اللي ممكن تساعد الام لتقدر ترضع بنتها اكتر من حليبها؟ اول شيء اوعى تعطوا البيبي حليب، ما بحب سليس بدل الحليب من السوق بليز. قد ما تكون امكن، قد ما تكون البنت هيدا، في مليون شركات اليوم بيعملوا سبور للامرأة اللي بدها ترضع بليز. فكتير كتير كتير ضروري انكم تعملوا ريسيرش على جوجل، بيبعتوا لكم حدا ببلاش، بس سيدات متطوعات تترجي لعندك وتعلم لك مرتك كيف ترضع وقديش بدها تطول بالها. فضروري جدا تعملوا هذا الشيء بليز. اذا في مجال تفوتوا، رح اقلك شو اسمه، يا الله كان في حدا يحكي معنا ويجي لعنا، اذا حدا بيتذكر شي الجروب تنقوله. هو لاكتيشن جروب، بيساعد على فيسبوك، بتكتبولن وبيساعدوكن وبقولولكن كل شي كل شي. وفي كتير هلا اذا تذكرته اليوم، هلا خلاص ضرب النسوان ضرب الالزايمر، بحكيكن برجع ببعتلك الرقم. اوكي بونجور مونيك، كيفك؟ سؤال، كرمال الرز، اي رز احسن، الامريكاني ولا الايطالي؟ كتير بسمع ناس بيقولوا انه الرز الامريكاني منه منيح ابدا يعني، وبينصحوني على طول بالايطالي، فاي احسن برايك؟ ميرسي. عم تحكي كرمال ارسنيك؟ عم تحكي كرمال شو يعني؟ كرمال وين؟ اذا كرمال الارسنيك انه بدك تنقعي شوي بالمي وتغلي بكتير مي وترجع تكبي شوية المي اذا هلقت عتلاني همه. الرز الامريكاني انا بعمل فيه مثلا، اذا عم بعمل تنقول رز عالدجاج بعمله بالامريكاني، اذا عم بعمل ما بعرف ملوخية عم بعمل ياخيني بعمله بالرز الايطالي اللي هو حبته صغيرة يلي بيلزق على بعضه تقريبا بالوحدات الحرارية. الرز هلأ بالتلياني وبالمصري يعني بيلزق على بعضه، فبتحس انه الكفكيري بيكون فيها تقل اكتر. ايه مزبوط، لانه الحبة بتلزق على التاني، بينما الامريكاني بتكون في هوا بيناتهم يعني، فلذلك بتحس انه الكفكيري شوي اخف. بس هي لانه بالوزن اذا انت بتقيسي قدي عم تسلقي قبل بتطلع زيتها القصة. مونيك كيفك حبيبتي؟ سافا. كنت بدي اسأل بالنسبة لفئة الدم،
يعني مثلا انا فئة دمي تنقول انا نيجاتيف، في اكل معين بنصحني وفي اكل معين بضعفني؟ اكيد لا، لقلي لليوم انتبهوا، بس لحقلكم شغلي، علم التغذية علم كتير كتير يتطور يوم بعد يوم، وهلأ كل إشي بتطلع فلسفات عرفتوا. أنا لا أؤمن، مش أنا، نحنا كأمريكان دايتاتيك أسوسيشن المراجع تبعيتنا أبدا 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 ما بتعترف بهذا السيستم. بعرف أنه في كتير ناس بتفتح، وكن كتب كتاب اسمه Eat Right For Your Type، هذا الكتاب صار له أكتر من 40 سنة بالسوق وباع كتير كتير، بس أنه وقتها بيجي بيقلك إذا أنت أو بوزيتيف فيك تاكلي مثلا، عم بعطي مثل إيه، ما مش عم بنقول الكتاب، فيك تاكلي دجاج بس ما فيك تاكلي سمك، وفيك تاكلي حليب ما فيك تاكلي قمح. سو أنت أوتوماتيكلي وقتها تفتح البراد أو تروحي على مطعم بطل فيك تاكلي شمال ويمين، صرتي عم بتفكري 10 مرات قبل ما تاكلي شو بدك تاكلي. وإذا سمعتيني من أول حلقة، كل اللي بقوله أنا الإنسان بمجرد ما يفكر شو بده يأكل ويعمل شوية بلانينج أوتوماتيكلي لح ينتبه على أكله ويأكل منيح. فهن الآن ديركتو ما عم بوصلوك على هالمشروع، إنه أكيد إذا عملت مثل ما عم بيقول الكتاب لح تضعفي، أكيد لح تضعفي، بس مش لأنه الخيارة بتنصحك والبندوراية، لا، لأنه أنت بطلت تاكل شمال ويمين وآن ديركتو ما خفوا الوحدات الحرارية اللي عم تاخديهم. حدا عم بيسألني شو رأيك بالبرودوي بيو يلي بنشوفهم بالسوبر ماركت؟ أنا كتير 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 بحبز إنه إذا أنتوا أكيدين إنه بيو، إنه تاخدوا بيو إذا فيكم تو أفورد، إيه أكيد إنه أكل بلا رش، بس مش أنا ما بشتري بيو، مش لأنه لا أؤمن بالبيو أبدا أبدا، ما بعرف ليش بعد ما بلشت بهالخطوة هاي، بس يمكن لأنه ما عندي إيمان بلبنان صراحة، وشي بزعل ما عندي إثباتات إنه البيو ما في. يعني أنا قبل كنت عايشة بمحل في تحت فاتح محل مسميه بيو، والعالم فوق بعضها وبتشرب تفاحة صغيرة صغيرة حق الكيلو مدري قدي، على طول بقول أنا شو اللي بيأكد لي إنه هذا مش كل يوم بيروح على سوق الخضرة بيشتري الخضرة الباقية اللي ما عم تنباع وبيجي بحطها وبيبيعنا اياها 20 مرة زيادة وبيقلنا انه بيو، لانه البلد فلتان، ولانه رح خبركن شو صار. هلا انا اقول من اول ما بلشت بدي اخبركن شو صار، قديه البلد فلتان وقديه انا ما بقى عندي ثقة بهذا الموضوع، وقديه بتمنى عليكم انكم تنزلوا تنتخبوا شباب جديدة، روح جديدة، عالم عندها مبادئ، الله يوفقكم انزلوا انتخبوا. بليز بليز بليز، اذا حدا بيعزني واحد بالمليون وعم بيقول انا بدي اقاطع الانتخابات، بليز نقوا شخص واحد، نسوا لمين منتمي، ان شاء الله منتمي لمين ما كان، بس نقوا انسان، انتخبوا انسان واحد. ما هذا هو اليوم صار في صوت تفضيلي، عنده مبادئ للبيئه، عنده مبادئ صغيره، بعده جديد، هل يمكن يعفن ويمكن لا، لانه ليتس هوب، وبركي بحط قوانين، مش كل مكان يفتح شو ما بده. صار بلبنان نهار السبت، انا كنت اخذ نهار فرصه مني بالعيادات، ماني اصلا انا ما بشتغل السبت، عم بعمل سبوري، بدق عياده من عيادات صحي وسريع، طبعا انا على طول بجاوب، ما جاوبت، قلت انا هلا بعدين برجع بحكيهم انه شو حيكون في شيء. بتقوم اخصائيه تغذيه بتبعت لي مساج وبتقول لي مونيك ات از ارجنت بليز ريبلاي، بتخري انا مسكت التليفون دقيت، قلت لها شو في؟ قالت لي مونيك اجت زبونه هلا، ده زانت حالها، هي بتتذكريها زبونه تاتا تي تاتا تا، انت حكيتيها وفسرتي لها وقلتي لها؟ قلت لها ايه بعرفتها. قال هيدي زبونه مش مخليه اخصائيه تغذيه قبل ما تجي لعنا، عاملت لها بلا مزح شي فوق 20 رجيم قبل ما تجي لعنا، جايه لعنا وزنها 70 كيلو وضعفت معنا يمكن كيلو كيلو ونص، طبعا لانه مستحيل شبه المستحيل، نحن هلا احفسر اكثر كمل الفكره. جاي اليوم كنت انا عطيتها، عم بتقلي هي اخصائيه تغذيه عم بتقلي انا عطيتها هاي بروتين دايت، رجعنا حطينا لها شويه نشويات، جاي نصحانه كيلو ونص ونزلت على الطريق. هلا طلعت امها، ما بعرف شو صار، طلعت امها وصريخ وعيط ولمت الدنيا علينا، انتو نصحتوا لي بنتي، انا ما عندي غيرها، شو بدي اخبركم، مثل واحد عم يحضر فيلم مصري والله العظيم، ما عندي غيرها لا يعرف بيا لا يجي يكسر العياده عليكم، لا 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 لا. قلت لها طب اوكي اوكي اعطيني، هلا انا بحكيها، هلا انا بعرف انه بفقد عقلاتها اوقات، بس انه جربت قد ما فيي، والموضوع مسجل هلا انا لانه تليفوني بيسجل كل شيء بيجي من العيادات اوتوماتيكلي، مسجل الحديث. شو القصه؟ القصه انه بنتها قال اكلت، رح اقول لكم شو عطيناها، والله العظيم عطيناها حصتين نشويات على بكره، حصتين على الظهر وحصتين عشيه. شو يعني حصتين نشويات؟ يعني ابع، بتعرفوا الابع الوسط، هيدا الوسط اللي بتاخدوها، هيدا على بكره، على الظهر عندها
يعني يا كفكير رز عادي او اذا ممسوح مسح بدهم يكونوا كفكيرين ممسوحين مسح مسح، وعشية أبعى وسط. هول لح ينصحوا بنت عمرها 30 سنة كيلو ونص بجمعة؟ لما كمان صرت فسر لها للمدام انه يا مدام انا ما بقى بدي اشتغل بعلم التغذية لانه تعبت تعبت عن جد عن جد تعبت انا وبصحي وسريع، نضلنا نشتغل بمبادئنا ونضلنا نشتغل بقوانين التغذية ونضلنا نشتغل باقتناعنا انه مش مهم تضعفوا اليوم، مهم على المدى الطويل شو بده يصير. ونحن اليوم صار لي اكتر من 6 سنين عم بعاني، العالم كله بدها تروح تعمل ديتوكس وبدها تشرب مي 2-3-4-5 جمعة سبت احد وتضعف تضعف 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 تدوب دوابين وبعدين يصير عندها ردة فعل مش طبيعية على الأكل وتنصح تنصح 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 وتجي لعنا وتقول أنا حتى صحي وسريع ما ضعفوني. ما بتكون تعرفوا وقت توصلوا على صحي وسريع وأنتوا مستويين من جوا، ما بقى في طاقة ما بقى في شيء، جسمكم بده وقت وضروري يقتنع أنه معلش إذا أكلت، مثل واحد عم بيعامل ولد صغير وعم نقول له معلش يا حبيبي طول بالك كل طول بالك، بس انه تتقنعوني انه انسان اذا اكل ابعى وسط عبكرة وصحن طبخ على الظهر وابعى عشية ونصح بجمعة كيلو ونص، انا بقطش ايدي قلت لها مش بالسكين بالبلاستيك يعني عذاب الحرامية والله العظيم، انه عملوا هالشي هيدا على 6 شهور وخليها تمشي 10,000 فشخة، وانا ما اسمي مونيك اذا ما لح تضعف لانه مستحيل مستحيل ما تضعف. ايه اوقات الجسم بده وقت تيعمل تيرجع يعمل يعني يرجع تو ستارت اجين لانه جاي من مجاعة. فبليز بليز اللي جاي لعنا ومستنظر اعجوبة وعم بيعمل رجيمات اليوم غلط 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 بس لانه هلا عندي عرس بقعد لي 3-4 ايام بلا اكل، بس لانه خطبة اختي هلا بدي البس هذا الفستان لح اعمل ديتوكس على 5 ايام واشرب مي كل الوقت واشرب ما بعرف شو بيروحوا بياخدوا ادوية وبس وبس وبس، ما تجوا لعنا لأنه نحنا شبه مستحيل أنه نقدر نعملكن أعجوبة بجمعة، منشيلن وبوعدكن أنه منشيلن، بس أوقات في ناس بدها وقت أكتر من التاني. إن شاء الله يكون وصل المساج واضح، بس المساج أنا موجهته للعالم اليوم للي عم تسمعني واللي راح تعمل ديتوكس هلا بعد العيد لأنه عبالة تلبس الميو، وحياة الله والله العظيم بعد 25 سنة عم بقلكن ببصملكن وبتحمل مسؤولية كلامي انه اذا السيستام اللي عم تتبعوه ما نكون قادرين تتبعوه كل حياتكم كل كيلو لح تردوه كيلو ونص، ومشان هيك انا ما بروح غير عند اخصائي تغذية او ما بنشكر غير باخصائي تغذية بعلموكم تغيروا نمط حياتكم، واكيد اكيد صحي وسريع واحد منهم، بس ما بقى بدي ادفع مشكلة غيري وما بقى بدي اتقبل انه نحنا نتهم انه نحنا ما منضاعف، نحنا شغلتنا نعلمكم كيف. انا بشرف بقول انا ما بضاعف، انا مني مكنه، انا اخصائي تغذيه تعلمت كيف تعلمكم كيف تاكلوا، اهم شيء عندي كيف تاكلوا مش كيف تقعدوا بلا اكل، كيف تاكلوا كيف تتهنوا باكلكم شو يكون فيه بالبيت وكيف تتغيروا حتى مره واحده الواحد بغير لعلى طول. والجواب النهائي انه ايه كل يوم بتكون تعملوا مجهود، ايه كل يوم بتكون تعملوا سبور، ايه كل يوم بتكون تتحركوا اذا كان عندكم استعداد للنصاحة ايه او لا. فاصل اعلاني وبرجع لكم. صحي وسريع صحي وسريع بيرجع بعد البريك. منتابع مستمعينا حلقتنا من برنامج صحي وسريع معكم أخصائي التغذية مونيك باسيلا زعرور والمخرج جو جرجيس. وهلأ كبس بدي جاوب على السريع السريع، بدي أعملها هيك سوبر صحي وسريع الأجوبة. هاي مونيك، إذا بعمل سبورت ريدميل وحديد كيف مفروض، ما بعرف شو كسب كبست، كيف مفروض أكل قبل وبعد الجيم؟ قبل وبعد الجيم هذا سؤال كتير يعني كبير. إذا بتعمل تريدميل وحديد انا بفضل انه تكوني عم تاخدي سناك صغير مثلا موزة صغيرة، عشرت انه تكوني على القليلة ساعتين قبل ما تغدي، حسبت تنتين تغديتي بتروحي على الجيم على 5 على الساعة 4:30 فيك تاكلي موزة وتنقول ساندويش صغير صغير هيك بينات بيست من عنا، او مثلا ساندويش لبنة اذا بدك او فيها شوية جبنة زيادة بس مش اكتر من هيك. اذا بدكم اشي هالقد يعني بدي اعرف كيف عايشه، شو بتاكلي قبل شو بتاكلي بعد، صراحه يعني اسئلتكم بدها تكون شوي واضحه تقدر جاوب. عرفتي هاي مونيك، انا كل جمعه بسمعك ومن وراك تسجلت بالجيم وهلا عم بعمل سبور وحركه حالي بحبك كتير. ثانك يو، شو حلو شو بنبسط وحيط الله كتير بحب. حدا عم بيقول لي بليز انا مني عم
بسمعكم وعايز دم لبنتي اختي لبنت اختي بيبي خلقان جديد فيكم تزيعوا على الهواء الاخبار والله يجازيكم خير. اوبيتال بهمان اوكي اوبيتال بهمان بيبي ماريا نصر الدين بيبي صغير نوفوني بليز عايش حد اوبيتال بهمان بيبي ماريا نصر الدين ا بوزيتيف ما يكون بياخد ادوية ضغط سو بليز بليز اذا حدا عايش عايش هونيك اذا بتعملوا معروف اوبيتال بهمان بيبي نوفوني بدون دم ا بوزيتيف اهم شيء ما يكون ياخد ادوية ضغط. حدا عم بيقول لي كمان هلو اليوم ما في مونيك مبلا في مونيك عم تس 12 و3 دقايق جو من هلا رايح 12 على الدقيقه بدنا نبلش. هاي مونيك بقدر اكل سلاد بدون حامض او خل عم بي شو هدي عم بيقلل البنفيت تقولي تقولها تعولها اكيد لا كله مع حامض بالعكس الحامض اللي فيه فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد الموجود بالخضرة لا ابدا. هاي اذا شغلي اذا شغلي نوي وعم بعمل دايت والمسا باكل بس سلاد شغل الليل بيأثر شي على الميتابوليزم وميرسي. اذا شغلكم بالليل بتكون تتعودوا تاكلوا تقلبوا نهاركم ليل نهار يعني ما فيكم تكونوا بتشتغلوا كل الليل وما تاكلوا كمان منه طبيعي اللي عم تطلبوه. اذا العالم كله نايم وانتوا عم تشتغلوا ونحنا بس ننام انتو بتشتغلوا بس تنام ونحنا مكوع عم نشتغل بدك تقلب نهارك ليل ونهيلك نهار. شو هيدا الغنية مش هاي غنية لهيفا هاي صار لي جمعة بس باكل شوكولا عم بيرعاني جسمي وحك كتير شو السبب. هلا انسان اللي بيرعى جسمه كتير كتير بيكون اجمالا عم ياخد فوسفور كتير ما بعرف بدك تشوف اذا في مشكلة بالكلاوي معك. حدا عم بيقول له from your experience الدات المطحون بالسوبر ماركت written on its pure date is it 100% date or they put inside it butter or sugar or preservatives how do they do it. ما عندي ولا فكرة. عم بيسألوني عن التمر المطحون اذا بيكونوا زايدين له شيء ما بعرف مدام ما بقدر قلك. بعرف انه فيك تلفني على الشركة وتسأليون اجمالا اجمالا مفروض يكتبوا على المكونات هل هالشي مزبوط وفي متابعة. افش متابعة. هلو مونيك بليز اعطيني ريزومي عن شو لازم اكل during the day I'm pregnant. عادي مدام عادي 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 انتو pregnant بتتروقي ساندويش بتتغدي صحن طبخ وبتتعشي ساندويش وبتاكلي 3 مرات فواكه ومرتين اذا بدي كبيت حليب خالي من الدسم. ابدا مش ضروري تاكلي لانك حبلي زيادة شوية صغيرة من زيت 300 كالوري بنهار يعني اذا بتزيدي شوية بروتينات اكتر مش اكتر من هيك يعني لانه جسمك بيكون كتير منيح. هلأ كمان اذا عندك اي خوف فينا نشوفك لانه في ناس عندهم تندانس اكتر من ناس خايفين يكون عم بخفف غذاء للبيبي. I'm in the 4 months وبعدني مش زايدة ولا كيلو. ايه معقول كتير مدام اذا مش عم تاكل ليه معقول يخفف غذاء اكيد مشان هيك لازم نحنا نتأكد من هذا الموضوع. بونجور انا اسمي نجوى عم بتقلي بحبك كتير بنطر حلقتك انا بمشي كل يوم ساعة بمشي 5 كيلومتر انت قلتيلي انه امشي بعد الغداء والعشاء ما بقدر سكري انا ما بقدر سكري وليش سكرته بزحلة الفواكه بخدها بعد الغداء 60,000,000,000 سؤال بذات الوقت. نحنا سكرنا بزحلة لانه بدنا نبيعها فرانشيز فاذا حدا اخصائي تغذية عبالة تفتحية بزحلة صحي وسريع بتستحكينا انا مش قادرة بقى اطلع زحلة اعمل كنترول هاي الفكرة لانه كتير 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 بعيدة علي زحلة. طبعا بمشي كل يوم ساعة 5 كيلومتر انت قلتيلي انه امشي بعد الغداء والعشاء انا ما بقدر لانه معي سكري. اذا معك سكري كتير بتستفيد تمشي 10 دقايق بعد الغداء و10 دقايق بعد العشاء كرمال الانسولين ما يعلى كتير بس نزل ب3 أشهر 4 كيلو منيح وقال لي كتير 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 منيح مش مهم تضعفه مهم بعد سنة شو بده يصير فيك. يا ست مونيك يا ست الستات يا كنز من المعلومات اللي بياخد معلومة بقدرها كيف اللي بياخد كل هالمعلومات نيالك عند الله ونيالي اللي شو هاي بيتأيد معومات قصده المعلومات لأنه الصحة أهم وأجمل كنز بيمسكه الإنسان. مرسي يا مزوق يا مزوق ما بعرف.
حدا عم بيقلي هاي مونيك قدي فينا نشرب قهوة بالنهار 3 فنجان. بونجور مونيك. حدا عم بيقلي انا ضعيفة بس عندي مشكلة بإجري كل الفات بفخاضي، شو فيي اعمل شي زعجني كتير؟ بدنا نشوفك مدام تنشوف اذا فيها ابا او انت بفكرك في ابا، عرفتي؟ انا كمان كل ما فيك تقولي فات بفخاضي، انا كل اجري عضل، واكيد انه في ناس عندها تنضاس انه اجري يكونوا انصح من اجرين، شو بعمل يعني؟ هيك ربنا خلقني. بتكون تقتنعوا بحالكم، توقفوا قدام المراية وتشوفي يا عمي هلا اذا كتير 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 زعجينك وما قادرة تشوفيهم وخلص وفي شيء هيك، انه مثل ما كنت قلت لها للمدام اللي قبلك انه جربي شوفي حكيم تجميل يقدر يساعدك، لانه اوقات بتركزوا على شيء مبعود فيكم تهتموا بشيء تاني، عرفتوا؟ فما بعرف تعملي فحص دهن اذا بدك مجاني ببلاش هلا من 12 ل4 بالتلفنه بتاخدي موعد ساعه اللي بدك تعملي ومنشوف بعدين شو بيصير. هاي مونيك would like to know why if feel depressed every time I involve carbohydrate in my meals, is it normal regardless if the carbohydrates are refined or complex؟ علي انه علي عم بيسأل انه هو كل ما يحس حاله قاشط انه متضايق نفسيا بياكل حلو. منك لحالك يا علي، يعني في كتير 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 عالم هيك بقى، مش انه ما في علاقة، اكيد في علاقة، بس كيف بدنا نحارب هذا الشيء؟ اول شيء بدك تعمل رياضة، لانه الرياضة بتعلي لك من المود تبعك وبتخليك حسب كل الدراسات العلمية والقانونية انه اللي عنده مشاكل بيواجهها بطريقة كتير 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 ايجابية اذا كان رياضي، وانا اؤكد لكم ذلك، اؤكد لكم ذلك، انه انا مثل حيالة انسان، ما حدا ما مرق بظروف كتير صعبة بحياته، بس انا بقول قدرت اتخطى كتير صعوبات بحياتي لاني بعمل رياضة، والله العظيم مش عم بمزح، اؤمن ايمانا ثابتا بهيدا الشيء، وانه انا بس يصير عندي مصيبة كبيرة مش مثل غير العالم بيلاقوا الحجة تيوقفوا رياضة، بالعكس بلاقي الحجة انه بدي اوعى قبل وبدي انزل اركض بدي انزل اعمل سبور لاني متضايقة لاني معصبة لانه في كتير ستريس بحياتي بس حتى قادر اوقف على اجري لعائلتي ولولادي ولشغلي. فهيدي شغلة مهمة. وتنين يلي عنده هالشغلة انه بس يجوع بس يعصب كتير او يتضايق او يعمل ديبريسيون بياكل كتير حلو، طبعا مش لازم فوت على مطبخ ولاقي حلو يعني، وهيدي طبعا لا بمكتبه ولا بشي، لانه ساعتها بتمرق الكريزة 10 دقايق ما في حلو بشكونوا بتقطع، بس اذا كان في علبة شوكولا وانتم معصبين كونوا اكيدين انه حد تشكوا بعلبة الشوكولا. هاي مونيك، انا سمعتك مرة كنت عم تقولي انه انت ضد الفات فريزينج، وهلا عم بسمع انه مالك ضد ابدا ولا مرة. انا كنت بدي اعمل جلسة لمعتي لروح معتي لانه ما عندي شيء غير معدة صغيرة وكتير زعجتني ما عم بتروح، وقفت اعمل فات فريزنج لانه سمعتك انه قلتي ما يو دو نوت ريكومند، ففيكي بليز تقولي لنا اذا غيرتي رايك بهذا الموضوع لحتى اشوف اذا اي كان بروسيد ولا لا؟ ما ولا مره قلت انا ضد، انا ولا مره ولا مره بحياتي، بالعكس قلت لكم وبعدني بقول لكم ما بعرف ولا مره عملتها وما بعرف شو الـ شو الـ شو اللونج تيرم شو اسمه تبعوله، ما بعرف صدقيني ما بعرف، واذا فيك تتذكري اي نهار قلته لانه بحب اسمع لحتى اشوف مزبوط شو جاوبت، اوقات اتهم بإشي قلته، هلا يمكن قلته وانا مني ما بدي انكر لانه ما بعرف، بس انا ولا مره بقول ما بنصح ما بنصح ليكي بشو ما نصحت، واللي على طول بقوله حتى كل عمره هيدا جو شاهد، اذا حدا بيقول لي مثلا بدنا نعمل هول المساجات حتى نروح دريناج او نعمل شيء، على طول على طول على طول جوابي بيكون ايه فيكن تعملوا بس على شرط بتكون تعرفوا انه بتكون تعملوا المينتنس تبعوله، يعني ما فيكن تروحوا تعملوا تنقول شيء وتوقفوا لانه بس توقفوا بيرجع كل شيء مثل الاول. الفات فريزنج ما عندي فكره عنه انا لليوم، ما بعرف اذا منيحه او لا، ما بعرف اذا بناسبه او لا، بس انه سمعت انه في ناس عم بيستفيدوا عليها، يا هي يا لي بوزيشن اثنيناتهم، اذا كانوا ذات النتيجه او لا ما بعرف اكثر من هيك. اوكي مونيك بعزبك معك شربي، انا رحت عند حكيم سكري لان فحص المخزون طلع عالي، رحت لعنده انا وعنده فحص الضغط طلع عالي كمان 18-11، قال لي راقبه للثلاثة الجاي، نهار الثلاثة رحت لعنده انا عم راقبه، انا كل يوم بيطلع 15-10-14-8، فوقف ملح وكل شيء، شو عندك شي طريقة تكون رحت لعنده الثلاثة؟ ضغطك 18-11 وما عطاك دواء؟ 18-11 رحت عند الحكيم وقال لك روح على البيت؟ هيك عمل فيك الحكيم؟
أنا بقول لازم تغير حكيم. يعني ما بعرف مسيو، أول شيء نحن اليوم أكيد أكيد عالم الطب بحد ذاته سنة 2018 نزل ريكومنداسيون من 14/9 ل13/8 ولقوا أنه هيدا هو الألتيمم، هو كل عمره 12/8 لازم يكون الضغط تبعنا. كتير كتير ضروري أنه تشوف يمكن لازم تاخد دواء. هلا انت كمان ما تنسى ولا مره ولا مره انه انت رحت لعنده كان 18/11، هلا عم بتقول عم بيطلع 15/10 لانه وقفت ملح. فانت ضروري جدا اول شيء، واكيد وقفت دهن، وقفت اكل شمال ويمين، ولانه عم بتقول انه المخزون عندك كتير عالي. فانت بشخص ضروري جدا هلا 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 تتصل بصحي وسريع وتجي لعنا، او تروح عند اخصائي التغذيه تعلمك كيف تاكل بطريقه مزبوطة كل حياتك. ضروري تضعف، يا ريت بتتصل فيه على 0595888850. شغل بالي عليك. صباح الخير مدام مونيك، شو رأيك برجيم اللو جي لو جلوسيد؟ يعني أنا ما بحب الرجيمات كلهم على بعضهم، بكرهن، مش أني ما بحبهم، وأؤمن إيمانا ثابتا أنه الرجيم بنصح، أؤمن أنه الرجيم بنصح، أؤمن أنه الرجيم بنصح. ما بقى تعملوا رجيمات، تغيروا تغيروا، شوفوا شو الغلط وصلحوا. حدا عم بيقول لي هاي مونيك، ما هي فوائد الليمونادة الساخنة على الريق؟ يا عمي منين بتجيبوا هالأخبار والله العظيم؟ وهل صحيح انه طبخة السبانغ ما بيسوى تتسخن تاني يوم؟ هلا الليمونادة سخنة على الريق صارت منيحة، والسبانغ ما بيسوى تتسخن؟ ما بعرف ما بعرف منين عم تجيبوا هالأخبار، لأنه هي مش أول مرة، صار شي 200 مرة سأليني هالسؤال. وأكيد أكيد أكيد ما أنا بطبخ سبانغ التنين، وأكيد ما بسخنها نهار الخميس وبكلها. بونجور مونيك، صار معي وجع بظهري من أكتر من شهر، كنت أعمل سبور ويت ترينينج ووقفت، وعم بنصح كنت اكل كل شيء وما انصح، شو بعمل؟ شو الناس تعملي؟ مدام لازم تصلحي ظهرك وترجعي على السبور، ضروري جدا 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 جدا، لانه بتعملي كل يوم 5 دقائق اكزرسيسات لظهرك وبيروح وجع الظهر، بتشوفي فيزيوثيرابيوت، بتشوفي حكيم، وما بقى توقفوا تعملوا سبور. صرت قايله لكم 100 مره روحوا عند حكيم هو رياضي وهو بيعمل سبور لحتى يقول لكم شو تعملوا تترجعوا تعملوا رياضه. انا جوزي كان ينام بالتخت من الديسك اول سنه، حرج حننفصل نرجع، ما في شيء يزبط. كان بعدين اتعلم يعمل اكزرسيسات لظهره، صار له 21 سنه كل يوم بيعمل 5 دقائق هلا اكزرسيسات لظهره، لو كان رايح على الصين او رايح على هونولولو قبل ما يبلش نهاره بيعملون هولي، ركض الماراثون مرتين وما بقى بشي، وصح وصح وصح. ضروري جدا 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 تتعلموا كيف تعالجوا مشكلتكم، مش ترفعوا العشرة. اتصال. الو الو، هاي هاين مونيك، كيفك؟ سافا، معك جاني. ايه جاني، انا عملت عملية غدة من شي 6 اشهر، شلتها اوكي، وبعدين بلشت انصح كتير وما اقدر اضعف يعني. اوكي، من فترة قريبة رحت عند الدكتور، ايه قال لي انه الانسولين معي عالي بعد الفحوصات. اوكي، والاخصائي التغذية اللي عنده عطتني دايت مفروض وقف كل شي خبز، بس اكل 5 بروتين وحبه فواكه واحده بالنهار، وفي شيء عصير بشربه، بشتري ساشيه ب1000، ما فيه سكر، ما فيه شيء. بلا فيه سكر محلي وفيه تلوينه، اكيد في هذا ما بيصير تشربيه. ايه ما بيس. اوكي، بس انا ضعفت كيلو واحد، بعدين رديت كتير، رجعت عم زيد، بس ما بعرف شو لازم اعمل. وانت عن جد عن جد عن جد ما عم تاكلي شيء نشويات؟ هلا بيناتنا اول فتره وقفت، بعدين صارت كثير وبرا ما في بخبط بالاكل، يعني صرت اكل من اللي بقدر اكله هنيك. يعني انا هلا لا بعرفك ولا بتعرفيني، انت مزبوط تبعتي الرجيم على هاي بروتين وما ضعفتي؟ لا ضعفت سوري، بس بعدين وقتها سافرت ما قدرت، يعني ما في برا. سو وقتها رجعت تاكلي نشويات؟ رجعت هلا انا بقدر، يعني صح اني اوقف خبز ونشويات وبطاطا وجزر وكل هالشيء كل حياتي ورز عم تسألي مونيك؟ أنا بعرف جوابك. أنه لا أنا أعطيني حل، أنا حدا كتير بسمعك وكل شيء وكل يوم عسي. إذا إذا كتير بحبك وكل كتير بسمعك. أدي الأنسولين، أدي الأنسولين عندك عالي؟ سوري ما حضر، بس أنا هو الحكيم قال لي أنه عالي الأنسولين. أوكي، هذا الحكيم ببيروت؟ وي بحد أيوبي؟ وي
انا الجلوكوفاج انا ليك انا مني ضد انا مني ضد تعملي حيالله سيستم اذا قادره تتابعي هذا السيستم كل حياتك كل حياتك انا ريلي ريلي مينت كل حياتك يعني كل حياتك انا كرمال هيك عم إيه انت بتعملي سبور انا عندي اولاد انا بطبخ لهم انا كذا انت بتعملي سبور بلشت سبور مش من كثير زمان كنت قبل اعمل وقفت فتره بعد ولدت وانعجقت اوكي يعني انت هلا اذا صرتي تعملي سبور واكلتي مزبوط رح تضعفي مزبوط او لا منطق هيك بقول طب ليه ما بشوفك خليني اشوفك ليش ما انه نقعد معك ونشوف شو وضعك وبعتي لنا هلا فات تست اذا بدك انا نازله على الاشرفيه هلا انه فيني اشوفك خمس دقائق اذا حبيت تبلشي بتبلشي ما حبيت ما في اي اشكال بس بنشوف وزنك وطولك وبنقعد معك خمس دقائق بعتي لي كلمه فات تست يلا اوكي اوكي ثانك يو تكرم عينك باي 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 حدا عم بيقول هاي مونيك شو عاملين اوفر براند ستيكس او بينات بيست ما بقدر هيك جاوبك مدام هدول ارقام العيادات تلفني على العيادات بفسروا لي كل شيء حدا عم بيقول لي قد ايه فينا ناكل بزر الكتان بالنهار انه ما بعرف انه شو يعني قد ايه فينا يعني اذا انا قلت لك فيك تاكلي 3 كيلو رح تقعدي تاكلي 3 كيلو بزر كتان لا البزر الكتان سوري بعتذر بسحب سحبتها هيدا كلها البزر الكتان قصدك سوري ما بعرف ليش ريتا بزر اللي بياكلوه بزر الكتان هو بتشتري مطحون ما تشتري كمية كبيرة يعني وقتها تشتري طحني مش تشتري مطحون تشتري وطحني عنده للمحل بتشتري كمية كتير صغيرة وبتحطيها بالفريزر فيك تحطي ملعقة كبيرة لكل العيلة يعني بطبخي تنقول سبانغ ورز بتحطي ملعقة كتان بزر الكتان للعيلة كلها بس مش أكتر من هيك شو كيفك بليز بدي اسالك كان الشاب هلا عم يسالك من قبل انه شو افضل شيء ممكن يجيب حليب اكل فاذا بتعطينا هاي المعلومه وبدي اسالك انه من بعد الولاده انت بتنصحي انه ينحط مشد على البطن منطقه مثل زنار للام يعني او شيء بيقولوا ليرجع الام جسمه مثل ما كان قبل الولاده انت مع هيدا الشيء ولا بتفضلي انه نتبع نرجع نظام غذائي صحي انه اكيد المشاد مش رح يعمل شيء مدام ابدا تذكرت اسم الشركه اسم اللي بيعملوا له دعم للامراه حتى تراضع اسمها لاكتيكا بليز فوت على لاكتيكا بفيسبوك واكتب له انه بيساعدوك بيبعثوا لك حدا يعني بيموتوا ويعيشوا حتى المراه ترضع انا بحب كتير حدا عم بيقول لي انا بحب كتير السلطه قبل الاكل بحضر أشكال مختلفة بس لما أحط على الطاولة ما بيأكلون بفضلوا اللحمة والدجاج والسمك هل تكفايت السلطة مضرة بعيد الشر عن قلبك بحبك أكتر من كتير شو مضومة وقت قلت لكم بدي موت يمكن خافت على حالة خافت علي هل تكافيت شو يعني تكفايت فايت السلطة انا بحب السلطه كتير قبل الاكل بس حضر اشكال مختلفه بس تحطها على الطاوله ما بياكلوا غير بفضلوا اللحمه وهيك ما تحطي على الطاوله غير ما تحطي ليكي اذا بدك اولادك ياكلوا سلطه اوكي بتحطي السلطه ما بتحطي شيء تاني حدا ببلشوا بالسلطه بتكون انت عم تعملي حجه انه بعد ما خلصت الاكله عم بتسخني الفاصوليا عرفتي حتى شوي شوي يتعودوا بياكلوها بيحبوها بتصير بعدين تعطيهم الاكل السخنه الى ان تصير بس تقعدوا على الطاوله في سلطه وفي طبق ببلشوا بالسلطه انا بحاجه حدا عم بيقول لي انا بحاجه اني روح كرشي ماني عارف شو لازم اعمل بس كيف بدي نظم اكلي او اعمل سبور بس بحاجه جدا اني روحه لاني ما كنت هيك وعامله مشكله بكل شيء باللبس يا ريت بتساعديني مدام انه كيف بدي ساعدكم والله العظيم كيف معقول انه انا بدي ساعدكم وانا طالعه على الراديو كل نهار جمعه من 12 لتنتين وجباتي ساعدكم بس كيف لا طولك لا بعرف وزنك لا بعرف شو بتاكلي لا بعرف شو بيع مي مصلاي وبقولكم اشربوها قبل الترويق او قبل الغداء وقبل العشاء ورح تضعفوا يعني انه احكونا انا حكيتك عن البرداموند ليه قال لي افضل شيء للقشره لانه القشره فيها كتير اسيد فيتيك وهذا الشيء بيمنع اوقات امتصاص المينيرو وما بيخلي جسمنا كمان يمتص الكالسيوم والمغنيسيوم فلما بتنقع بالماء
جزء كبير من الأسيد فيتيك بيروح بالمي، وهيك بيكون أسهل للجسم يمتص الفوائد وبيكون أحسن يخفف تروبل ديجستيف. أنا I don't believe in this أبدا أبدا مدام. أنا بتعرفي كيف بآمن؟ والله العظيم هيك بآمن، بآمن أن ربنا خلق لنا اللوزة مع قشرتها، يعني لازم تتاكل اللوزة مع قشرتها. يا ريت حدا بيسجل قدي قلتكن، صار لي سنين بقلكن البيض ما بيأذي، مش معقول البيض يأذي، والله وحياة ولادي قبل ما يطلعوا الدراسات الحديثة. ربنا خلق البيضة بصفارة، لازم تتاكل البيضة بصفارة. وهياني هلا سنة 2018 تأكدوا انه ما في مشكلة من العالم، حتى اللي عنده كوليسترول فيه يتسلسبي بصفار البيض طالما عم ياكله باعتدال، وحتى اذا مش باعتدال. بس انه الفكرة انا لا، انا بقول انا ايه فيه اسيد فيتيك، بس انه ما بتصور هاي المشكلة منه للقشرة اللوز، يعني الكمية حتكون كتير 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 قليلة انت اذا عم تاخدي هالملعقة هايدي من وقت لوقت، يعني حتى تاخديها. This is my opinion. انه انا وقت باكل جوز ولوز ببيتي اكيد 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 ما بقشرهم واكيد ما بنقعهم. بونجور مونيك، هلا جوزي جاي وجايب لي ساندويتش معه في حبه البركه، بس كتير لونه اسمر يا مونيك، وقالوا له انه هيدا صحي، كتير اسمر ما بعرف ليه بيكونوا زايدين له مدام. بالنسبه للرز انا ما بطبخ الا بالبراون رايس، منيح حتى للولاد كمان، ميرسي كتير. اكيد البراون رايس منيح، فيه نشويات، فيه الياف اكتر. واذا الخبز تبعكم لونه كتير كتير غامق بيكونوا زايدين له، ما بدي اقول تلوينه، بس بزودوا له شيء يغمقه، لانه حسب الدراسات هن بيعملوا انه العالم بتعنده اللي انه اذا كان الخبز لونه اسود كل ما بيكون اسود كل ما بيكون صحي اكتر، بس هو بيكون ملون. يعني الخبز الاسمر يلي معمول بقمحه كامله كامله لونه بيج، مش لونه اسود ابدا. عرفتوا؟ او اذا زايدين له القشره. هلا شو بيزيدوا له بالمصانع؟ بيزيدوا له كثير اشياء، بس معظمهم، لانه ما بعرف شو بيزيدوا ما بدي اقول، بس معظمهم بيزيدوا طحين محروق يلي هو ما كثير كثير مأذي. ف انا بجيب الخبز اصلا، بس تروحوا تشتروا اشياء من المطاعم من المحلات اللبنانيه بتجيبوا خبز اسمر بتلاقوا انه لونه منه غامق، هيدا الخبز اللي لازم تاخدوه. حدا بعت لي صور شي بشهي. بونجور مونيك، انا كتير بحبك، الي 4 أشهر بسمعك، ومن وقتها لهلأ صرت اطبخ واكلي كله صحي، واليوم الصبح قبل ما اطلع عشغلي صورت الفرشخة شو قصت فيه، شو قصرت فيه، عن جد انت مثل يتخذ فيه. يمي شو هالصفرة الطيبة، عاملة هندبة وعاملة سلطة بتاخد العقل. يمي شهيتين الأكل، عدس بحامض وسلطة زعتر، أنا وولادي أفترنون شو أتفطنون بالويك أند، وهندبة برية. لك صحتين على قلبك يا رب. شو بنبسط إنه في ناس عم تتغير، وبليز اذا بتعزوني بليز بليز انتخبوا بست الشهر، بليز انتخبوا شخص جديد، ما كان جربوا انتخبوا حدا جديد بليز، او حدا بتعرفوا انه منيح وعن جد بحب لبنان، ما بحب طيفته بحب لبنان، انتخبوا انسان ما بحب طيفته بحب لبنان بليز. اذا بتعزوني اوعى تقاطعوا الانتخابات. جو رح تنتخب، حلوف انك رح تنتخب، رح تنتخب حدا جديد. يلا فاصل اعلان وبرجع لكم. صحة وسريع، بونجور دو نوفو، 1:30 و5 في شي 17,000 مليار واتساب. فاذا بدكم فيكم ما بقى تبعتوا واتسابات، لانه ما بعرف اذا لاحق جاوب الجميع، مع انه انا ما بترك الاستوديو ولا مره بحياتي ما بجاوب الجميع. فاللي باعت سؤال اكيد اكيد رح جاوبكم، واللي مش باعت اسمعونا لانه في اسئله كتير كتير مهضومه. حدا عم بيقول لي مونيك سلامه قلبك، ما فينا نعيش بلاكي، كومو اون بو فير لو بينات باتر على ميزون، بتجيبوا مكنة، بس أكيد أكيد لح تحترق صراحة. يعني أنا برأيي أحسن كنت تشتروا من عنا، لأنه أنا حرقت لي شي 17 مكنة قبل ما صرت أعملهم بالمعاميل. بس إذا عندكم مكنة كتير كتير قوية بتجيبوها بتحطوا فيها بينات وبتبرموها، بتضلها تبرم 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 لحتى ينعموا بيصيروا بينات بطر. 10,000 فشخة يعني كم دقيقة تقريباً؟
انا ما بحب، ما بنصحكم تعملون على فرد دفعه ابدا ابدا. بنصح كتير انه تتمشوا بنهارات، تروحوا تنزلوا، تطلعوا تنزلوا على الدرج. مثلا انا مثل هلا صرت عامله 3500 فشخه مع اني راكده 10 كيلومتر على بكره يعني. بقى مشان هيك بفضل انه تعملون باخر النهار، وقبل ما تفوتوا تناموا بتطلعوا قديش بعد عندكم او بعد الظهر حتى تكملوا ال 10000. كل 1000 فشخه بدهم 6 دقائق مشي، شوي اكثر كمان. شو اسمه؟ مليونير هوي. ايه مليونير هوي، مثل ما انت كاتبه هيك مزبوط. مونيك صبام، ايش الحال؟ بدي اسالك سؤال، قد ايه الواحد مسموح ياخذ مشروبات غازيه لايت بالجمعه؟ ولا واحده يعني. هل مسموح مرتين بالجمعه، ثلاث مرات؟ هو لايت يعني، قد ايه مسموح الواحد ياخذ كم تنكي يعني؟ مسموح ليك، انا اؤمن انه كل شيء بينشرب هالعالم، عرفت؟ انه انا اؤمن انه الاسبرتام منه شيء منيح ومنه محبس فيه. هلا الدراسات العلميه الجديده هالسنه ابدا ما بتطمن، وعم بتلاقي كتير انه الاشخاص اللي بياخدوا اسبرتام عم بينصحوا كتير وما عم بيلاقوا في فرق ابدا 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 بين البوبولاسيون اللي بتشرب دايت سوداز وبين البوبولاسيون اللي بتشرب سودا عاديه. وفي دراسات، هلا هدول انتبهوا، هدول دراسات منهم ارشادات، يعني ما فيكم تاخذوا على عاتقهم لليوم ابدا ابدا، لانه لليوم الارشادات بتقول انه فيك تاخذ وحده بالنهار. بس الدراسات اللي عم تطلع هلا عم بتلاقي انه الاسبرتام وكثره هالسكر الغير طبيعي عم بيغير الفلور انتستينال، يعني عم بيغير المصران تبعنا، وعم بيخلق نوع بكتيريا جديده ممكن تكون هي سبب وراء نصحه العالم. فممكن هو بذاته بذات الوقت ما بيعلي السكر، بس عنده تأثير إيجاب سلبي على المدى الطويل. أنا مني وعلي ما بأشرب دايت درينكس أبدا أبدا أبدا، وبفضل تشربوا مي وتشربوا تروا عطشكم بالمي. وإذا عم باكل هامبرجر وكتير طالع عبالي صودا، باخد كرعة كرعتين من حدا من الولاد اللي معي، عم بقولكم بكل صراحة يعني، وبجرب اتفاديها لأني أؤمن أنه منا صحية. هلأ إذا كتير مصر خد العادي صراحة، مع انه اكيد اكيد انا بفضل العاده ومع تلج كتير، واشربوا شوي. المونيك، انا كنت سايمه عن الحلو 40 جور، وهلا من بعد ما فكينا الصوم ما عم بقدر اوقف اكل حلو. صوم بجمعه جمعتين 6 اكله تقريبا شي كيلو معمول. يا ريت بتسمعوا، كل يوم عم بطلب حلو بشكل مش طبيعي. بلش يبينوا على خسره. اقولك اذا شو لازم اعمل، لازم اوقف او اكيد لازم اوقف، بس شو لازم اعمل طريقه لبطن هالقد اطلب حلو؟ ما بقصهم وعن الحلو انا من اول. يا ريت يا جوهو لازم تسجلوا وتقلوا وقد اعذر من انذر، هاي رده الفعل هيدي كتير طبيعيه، لازم تنتبهوا. وقلت لكم اول الصيام يلي بده يصوم عن الحلو، يلي بده يصوم عن الحلو لازم مثلا اللي بيصوم عن البياض كامل لازم يمرق اشياء بيقدر ياخدها، مثلا ياكل عسل، ياكل مربى، هيك بالعديه قلت لكم ما تحرموا حالكم. واكيد ما تعمل ليش عم تقدر تاكل كيلو ونص معمول؟ لانه المعمول بوجهك. يعني انا امبارح اجيت وحده من اشخاص بيشتغلوا معنا جايبه 4 معمولات، بس فلت كل نهار عم بقول لا 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 فلت وصرت جوعانه كتير كتير، صارت الساعه 4 اكلت معمولتين انا واقفه. يعني خلص ما فيكم، في اشياء بدكم تفهموا انه ما فيكم تحاربوا، ما بتقدروا، مش بايدكم، فانتبهوا. بونجور مونيك، بليز ما تموتي على 63 في ما في اتخيل حياتنا بلاكي. الله يخلي لنا اياك. ايش مهضومين، عم نمزح يا عمي، وحتى لو رحنا كلنا رايحين. صباح مونيك، بدي اسالك اذا كانت الاكياس على المبيض بتزيد الوزن. عمري 34 سنه. اكيد اللي عنده بي سي او اس، اللي عنده بوليسيستيك اوفريز، هو من اصعب الاشخاص حتى يضعفوا، بس اكيد بيضعفوا. بس مثلا انا بضحي شهر، انت بدك تضحي شهرين. بونجور مونيك، قضيت 4 سنين اخذ اقوى مسكنات لوجع المفاصل، وعملت 3 عمليات خلال سنتين، وصار عندي ضمور بالعضلات، وكان عندي نقص حديد مزمن، وعندي دايما كسل وتعب وصفرار، ما كنت ابدا اقدر اعمل رياضة. هلا وقفت المسكنات واخدت الحديد بالمصل وصار صار منيح، بس لما اعمل رياضة بتوجع كتير وشهيتي كتير كبيرة، ومش عم بيزبط معي ولا رجيم، وزني صار اوفر، ما بعرف اوفر. طب ببعتلك فحص دهن، خلينا نشوف شو قصتك، بركي في معك فيبرومالجي، لانه هيدا اللي عم بتقولي عنه عوارض، يعني عوارض مرض كتير كتير متعب. انا طلع لي عندي فحص الدهن عملته وطلع ما عندي شيء، كتير انبسط، والصبايا
بس انا عمري 44 ومعي كوليسترول وبمشي كل يوم ساعة الصبح وما عم يروح الكوليسترول. ايه بتشوفي حكيم وبتتأكدي من مع الحكيم عن هذا الموضوع. هاي مونيك، انا ما عندي سؤال بس عندي تيمونياج حابة اعطيه بالنسبة للشي اللي حكيتيه قبل البريك. انا وجيت لعندكن من شي سنة وكنت مثل ما انت قلت كنت مستوية من ورا غير رجيمات، واللي صار انه اتنعت انه لازم طول بالي واخدت هيدا الريسك وطولت بالي، ومن كم شهر بلشت تتبين نتيجة ما كنت احلم فيها. بس عن جد عن جد تغيرت حياتي وانقلبت فوقانة تحتاني، صرت حدا كتير سبورتيف، صرت حدا كتير يفكر بشو بده ياكل. صحيح ايامات واحد ما في شيء ممنوع يعني، بس عن جد شابوبا وحب اقول هيدا الشيء كرمال كذا حدا يستفيد منه. مرسي، ثانك يو سو ماتش، لانه عن جد عن جد كتير اتضايقت يعني من ورا هاي المدام. واذا بتشوفوا كيف فاتت بدها تلم الدنيا علينا، شو بتقلها لاخصائي التغذيه؟ حرام، شو خافوا؟ انا اذا جوزي بيعرف فيكم لمدري شو بده يجي يعمل فيهم. يعني ايه اوقات نحن عم ندفع حق غلط اخصائي تغذيه غيرنا للاسف. يعني اوقات بقول مش لازم يتسموا اخصائي تغذيه، عم بيعطوا ادويه، عم بيوصفوا اعشاب، نحن لا بنوصف دواء، واذا فحص دم نطلب من الحكيم يعملوا. يعني ما فينا لكم قدام مشيتهم باي ذا بوك. ونحن اخصائي تغذيه كل ثلاثه بنجتمع بنحكي عن الكيسز الجديد، عن الكيسز الجديده، نعمل ابديت للبروتوكول. ما بتصور في شركه بتحترم قوانين التغذيه قدنا بكل العالم، مش بس بلبنان يمكن. بونجور، سؤال 10000 فشخه كم كالوري بيعملوا؟ بتعرفوا شو هلا 10000 فشخه، اذا انا عم بمشي 10000 فشخه عشيه يمكن بيعملوا 500 كالوري. اذا حدا بيعمل، اذا ستي عم تعمل 10000 فشخه يمكن ما بيعملوا لنا 200 كالوري حسب فشختكم. فكروا وحده مثلا مع مشكله باجريا عم تمشي 10000 فشخه، وفكروا بانسان رياضي عم يمشي 10000 فشخه، هو كم كيلومتر بتعمله بهال 10000 فشخه اللي بيأثر؟ كل كيلومتر تقريبا بيحرق شي 80 كالوري. قولي لا ما تفرجي شو هاي حلقتها، قولي لها ما تفرجينا حلقتها عالريحة مننصح. هيدا المرة اللي وزنا 40 كيلو بتاكل، فبعتت لك واحدة تعملك ما بدها تشوف شو اسمه بشكلها لانه انت عالريحة هي بتنصح. مزبوط، في حدا رجع بعت لي حرام تري انه اسم الشركة لاكتيكا، شراب الباذنجان المغلي. شو شراب الباذنجان المغلي؟ شو بيأذي؟ انا نزلت 2 كيلو، خفف لي الشهيه، وقفت الفريانديز. والله العظيم وعيت الله، كوميدي شو هيدا؟ منه شو باذنجان المغلي؟ شراب الباذنجان المغلي سامع فيه بحياتك؟ عظيم. اذا غليتي باذنجان وعصرتيه هيك عملتي اوكي، ما معي خبر يعني، عم بتعلم اشياء. العالم شو مهضومه، كلهم لاكتيكا، يلا نزلوا فينا لاكتيكا. هلا قلت له اياها، انا تذكرتها منيح، تذكرتها قبل ما اقريهم. هاي مونيك، كوب حليب خالي من الدسم مع ملعقه عسل صغيره مع 6 حبات تمر منيح كترويقه. انا عم بعمل دايت، انا بكره الرجيم وما بحب الرجيم، وبفضل ما تعمليهم هدول اذا عم تعملي رجيم. لشو ملعقه العسل ما لها معنى، وست حبات تمر شو ضروري؟ انه ايه بس هيك ترويقه بتجنن، انه ما فيها شيء غلط ابدا. مونيك لما تقولي 10000 فشخه يعني كل نهار او بسبور شي ساعه وشي ساعه بس؟ ايه كل نهار مع السبور تعملوا 10000. بونجور مونيك، انا بسمعك دائما ودائما حاطه كل جمعه الايرفونز بديني كيف ما ابرم. وبس سؤال، سمعتك قلتي 3 فناجين قهوه كل يوم. انا بشرب نسكافيه ظروفي، هل 3 كتار؟ لانه بحس في سكر كتير. انا هذا ظرف النسكافيه، ظرف هذا ما بحب تستعمله، بفضل تشرب النسكافيه بحد ذاته، تزيدي حليب وبلا سكر، لانه هذا فيه سكر طبعا، كتير فيه سكر وفيه مبيض، بفضل الحليب اكتر صراحه. ايه انا المخزون 9 طلع، هو حكيم سكر هيعطيني دواء، وغيرت حكيم هيدا، حكيت حكيم قالي لها هلا، لان كذا صيدلي قالوا لي ما بيسوى،
ايه عطيني موعد بكره من كل بيت عطيني دواء تاخده هلا بلش فيه. وانا وزني 75 كيلو يعني. طب خلينا نشوفك كرمال السكري، والله العظيم عم نعمل اعاجيب محيات الله عن جد عن جد، خاصة إذا السكري عالي مخزونك 9 حرام له، لازم تشوف يعني تشوف حكيم ونقدر نحن نتابعك. أنا بستغرب كتير من الحكمة، ما بتصدقوا قد ايه نحن عم نقدر نساعد، خاصة 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 العالم عم بياخدوا أنسولين، الأولاد الصغار، إذا بتعرفوا حدا عم بياخد أنسولين بليز يجي على صحي وسريع، بوعدكم إنه حينقل تنقلب حياتهم من وراء يتعلموا كيف يعدوا حصصهم ويعدوا السكري تبعهم. حدا عم بيقول انه قصدك انه ما نطعميها من حليب البودرة، what about supplements that helps؟ هيدا قولك اللي شكله اللي حكينا عن مرته اللي مولدة، ايه بفضل ما تعطوها شيء ابدا، تعطوها بس حليب وحكوه شركة لاكتيكا. هاي مونيك كيفك، شو اكل يلي بيعمل حتبس مي بالجسم، حبس المي بالجسم؟ انه اذا اكلته ملح كتير، يعني مثلا اذا انت مبارح زنت حالك عبكرة، تنقول عم بعطي مثلا طلعت 64 كيلو، رحتي عشية أكلتي سوشي أوكي وأكلتي كتير كتير صويا صوص، تاني نهار رح تطلع على الميزان أكيد 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 رح يكون وزنك فوق 65 كيلو ونص، جسمك بيكون حبس كيلو ونص ماي لأنه أكلتي كمية ملح هايلة. فهيدي 24 ساعة 48 ساعة لازم يروحوا. حدا عم بيقلي مزبوط انه الرز الاسمر احسن من الابيض، اكيد الرز الاسمر احسن من الابيض انه فيه الياف اكتر، بس انه بده طبخ اكتر، وفيكن تعودوا على الالياف بالتاكلوا الفواكه، تاكلوا قشرة الفواكه. هاي مونيك، حدا عم بيقلي بدي اسأل قدي فينا ناكل لوز اخضر 20 حبة، وبدي اسأل عن البازيلا الخضرة اذا فينا قد ما بدنا ناكل. ابدا ما فيكن قد ما بدكن تاكلوا، بتنصح كتير كترتها، وكمان بتاخدوا لكم شي 20-25 قرن مش اكتر من هيك، يعني بتعبوا البلاستيك كباية صغيرة بيطلعوا لهم شي 20 قرن ماكسيموم. يعطيك العافية، أنا تعلمت منك طريقة العيش الصحي وضعفت بستة أشهر 12 كيلو لأنه التزمت ببرنامج للحياة وبدون ولا فشخة لأنه ما فيه، ولكن مع حركة دايمة مع رياضة تناسب وضعي. كتير مبسوطة بهالمساج، مرسي. بونجور مدام مونيك، يعطيك ألف عافية، بس بدي أسألك عن بزر دوار الشمس المفقة، هيدا اللي منشتري مفقة خالص، قدي مثلا بحق لنا ناكل بالنهار 30 جرام الكمية، وقديش بالجمعة كم مرة بحق لنا ناكل منه؟ ومرسي. 30 جرام انه بديش ما انه فكرك انه الامريكان دايتاتيك اسوسيشن اي لانه اذا بدك تاكلي بزر المفقة بتاخدي انه اتسهلتي سناك مثله مثل التفاحة. هلا انا ما بحب تاخده تفاحة كل يوم كل يوم كل يوم، ولا بحب تاخده هذا البزر المفقة كل يوم كل يوم، بفضل انه تنوعه يمكن مرتين ثلاثة بالاسبوع بدل ما 30 جرام بدل ما تاخده فواكهتك بعد الظهر. يا احلى مونيك بالعالم. مونيك، اي خبز لازم ناكل؟ اصمر، شوفان ولا قمح؟ وصحيح انه ناس بتناسبهم الخبز القمح الكامل، وناس بتناسبهم الشوفان، ناس بتناسبهم شي تاني، اي شو اضبط خبز يتاكل ونطعمه لاولادنا؟ اول شي خبز الشوفان نصه خبز طحين اوكي، نصه قمح، يعني ما في بالسوق شوفان 100%، واذا في بليز اعلنوني لانه انا ما معي خبره. انا باخد خبز اسمر مكتوب عليه خبز اسمر ولونه باج بيجي، بتقرب المكونات، هلا ممكن يكون كمان زايدين لون خالي. والشوفان كتير منيح، بس الشوفان كمان العالم عم بتصير تنصح من وراه لانه قد ما عم تفكر انه الشوفان شي كتير منيح، عم بدل ما ناخد 7 عم ناخد 4، وهو الخبز بالوزن والشوفان اسمك، فعم تاخده خبز اكتر. انتبهوا يعني شوفوا الربطة قديه حجم الوزن تبع الرغيف اللي عم تاخده. هيدا الشغلة. حدا عم بيقول لي مونيك البونبون سان سكر هو عن جد سان سكر؟ انه ايه بلا سكر بيكون فيه اسبرتام، بس انه بدون يحلوه بطريقة معينة، والطعم السكري من شو؟ من الاسبرتام او من المحلل الاصطناعي. هاي مونيك انت بتعقده، اذا عم بعمل رجيم كم ملعقة بينات بيست بحق اللي اكل بنهار؟ كل ملعقة احنا بنحسها ملعقة طعام مسح هي حصة بروتينات، سو حسب قدي عندك حصص. هاي مونيك بنتي ملزقة على كل لشو بينفع، شو ملزقة على كل ملزقة على الأكل، هيك قصده مادام مش واضح أبدا سؤالك، بعتذر. يعني
حدا عم بيقلي هاي كومبيان اون بو مانجي دو طوماط سوريز بار جور نو كمشي مش اكتر من هيك بليز. بونجور مدام مونيك يعطيك الف عافيه، بس بدي اخذ رايك. انا كل يوم بقوم بعمل ساعه او ساعه ونص على اليوتيوب تمارين سبور معده مشي سريع مشي بطيء. هيدا الشيء بيعتبر انه عم نعمل سبور ولا لا؟ انه ما بيحرق ولا بضعف ولا شيء، لازم يعني يكون برا على الطبيعه. لا انا ما بقدر اظهر لبرا، انه بالبيت وعم بعملهم بتجنني. انا على القليل مرتين او ثلاثه بالجمعه بعمل تمارين بالبيت، اكيد بصير مي 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 ومن بدي اروح هول، اكيد بتجنني. يعطيك العافيه. هلو كيفك؟ الخبز الساج شو رايك فيه؟ كتير منيح، كتير طيب، بجنن من تراثنا، بس شوي مالح، فاذا كنتوا بتعرفوا اللي عم بيعملكم اياه فيه خفف الملح وبيجنن. والياورت للاولاد كمان تنصحينا يعني كل يوم اعطيهم كولاسيون ياورت او لا؟ نو 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 نو، فضل قد ما فيكم تعطوا فواكه وتعطي اشياء طبيعيه. هلو منيك، انا لما كنت بريجننت دولون لنف موا زدت بس 4 كيلو، بس من لما ولدت انصحت كتير، صار لي سنه واربع اشهر مولده وعم جرب دايت ما عم بضعف. اني ادفايس؟ ايه ما لازم، انت بتكوني وقت حبلتي خفت كتير تنصحي، فانتبهت كتير وقت ولدتي حسيت انه معلش ويلا وهيك. ايه بدنا نشوفك مدام صراحه، بعتي لي كلمه فات تست حتى نعطيكي فحص دهن، وهيدي كمان بتبلش تحب السيستم اذا حبيتينا ونكمل سوا. هاي انا حابب بزيد وزني، شو انا اسمي جولي، شو انا جولي، شو هي 180 متر، انا طولي بس محطوط جولي 180 ووزني 70، شو بتنصحيني؟ لا بدنا نشوفك مسيو، كيف هيك؟ مونيك انت قلتي اوكي، حدا عم بيقلي بونجور مش عم بصدق كيف يصير نهار الجمعة والله، بس تا اسمعك بليز قولي لي شو بعمل بس يطلع عبالي اكل وما اكون جوعانة. راجع هاي المدام جاوبة مونيك، انت قلت you don't recommend liposuction because perhaps the fat cells will migrate to other parts such as the shoulders، وبعدني على حديثة مليار بالمية، انا هيك قلت وبعدني مليار بالمية. يعني اليوم انا بأكد لكم انه الناس اللي عملت liposuction تشالت مثلا الدهن من بطنها، عملت سحبته وما انتبهت على اكله، اوكي، وما انتبهت شو بدها تعمل، بدهم يرجعوا ينصحوا وصار في دهن، ما بقى فيهم يروحوا على البطن لانه راحوا، عم نشوفهم اكيد اكيد اكيد. ايه انا هيك قلت ومليار بالمية، عم بيطلع الدهن على ظهرهم، عم نشوف انه ظهرهم عم بينصح كتير، زنودهم عم بينصحوا كتير. فايه الجواب؟ ايه يعني اذا بتعملوا الايبوسكشن او بتعملوا حيلا نوع شيء بتكون انتوا تكونوا تغيرتوا جزئيا، ومشان هيك اصر اصرارا على اللي قلته. انا قلت للبنت اللي عم تعمل 20,000 فشخة بالنهار، صار لها اكتر من سنتين بتروح بتعمل هايكينج مرتين بالجمعة، يا سبت يا احد وسبت واحد سوري، بتاكل كتير كتير منيح وما عندها اي مشكلة غير انه عندها الهيبس تبعولها. هيدي قلت لها اذا بديك روح اعملي يا لايبوسكشن، يعملي فات فريزينج، يعملي شيء، لانه انت خلص عملتي وجباتك، فهيدي بس تعملون حتشيلون هول. بس هي لانه ألمان انفي كتير كتير سان، ما مفروض ترجع تنصح. ايه اكيد بتحمل مسؤولية هذا الحكي مليارين بالمية. هاي مونيك، انا تعبت عنك وانا بفتخر فيك لانه حلمي يا ريت الاكل اللبناني. بدي اسألك فينا نتحلى اليوم بعد ظهر بشي حلو صفوف او شي تاني وقتها وحدة مثلا؟ اكيد 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 في اطيب من الصفوف تحل فيهم على علي على نيتي. معنا عيادة بزحلة، نحنا سكرنا وعادينا، اذا حدا بحب يفتحها بزحلة هو مستعدين نعطيها. كيفك بليز؟ بدي رقم الاشرفية بلا لجوليانا. اوكي بيا لجوليانا، هيدا رقمك. هلو مونيك، هاو ار يو؟ هاو ماتش اوليف اويل شود يو اد تو سالاد؟ از ات جود؟ ثانك يو. ملعقه زيت لكل شخص، يعني اذا انتم اربع اشخاص اربع ملاعق. مونيك شكرا، طولي هالقد ووزني، انا بمشي دايما من بيتي لشغلي، برافو، وبكفي 17,004 ايام بالجمعه. انا عملت نظام اكل لكل عائله ومبسوطه فيه. اوكي بس انه شو السؤال؟ ما فهمت السؤال. هاي
حدا عم بيقول لي هاي هاي، هل الركض ورا الجيم حديد بيرخي العضل عضلي؟ اس اف ما عملت الجيم مزبوط؟ هل الركض ورا الجيم حديد؟ شو يعني الركض ورا الجيم جو؟ الركض بالجيم قصده بالجيم بيرخي العضل اذا ما عملت حديد جيم ما السؤال طب مش واضح. طب فيني جاوب بس ما فيني بصير ولو. بونجور، بدي اسالك شو افضل ترويقه للولاد اللي عمرهم بين 19 و12 ما بيحبوا الحليب ولا جبنه البيضه؟ لبنه احلى شيء بالعالم، عروسه اللبنه. لك اللي اخترع اللبنه اخترع احسن اكله بالعالم، كل يوم تروقوا لبنه او زيت وزعتر. لبنه زيت وزعتر، شو بدكم احلى من هيك؟ اكل بيض فول. بونجور مونيك، كم وحده لحم بعجين فينا ناكل صغار اذا نحن بالدايت؟ 2-3 مع كباية لبن. ما في دايت، ممنوع الدايت، انسى الدايت وعيش، انسى الرجيم وعيش صحي وسريع، انسى الرجيم. يعني عم تعملي دايت او ما عم تعملي دايت لازم تاكل 2-3 لحم عجين صغار. ما دي بتكون تاكله يعني. هاي مونيك، انا بعمل الشاورما والفاهيتا بالبيت، بطبخهم وبحطهم بالفريزر وبشيلهم بسخن بالمايكروويف، هل هالشي صحي؟ اكيد صحي. يا 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 شو هذا بعتت لي شوربة عدس بانكيكس عامله كل اكلات صحي وسريع. لا اوكي برافو. بعد عندي 4 دقائق. مونيك، سمعت انه اذا عملنا كل يوم ساعه ونص رياضه انه على المعده على المدى البعيد رح يتاثر على المفاصل، هل حكي صح؟ انا 10000 فشخه ساعه ونص على جهاز التريدميل. تعملي 10 ساعة ونص على تريدميل كل يوم؟ لا ما هيك بفضل، لا صراحة لا، it's too much. كل يوم ساعة ونص على تريدميل؟ انه فيك is this sustainable؟ انه هل هالشي انسان في يعمله كل حياته؟ انا بلاقي بفضل انه تكوني عم تعملي شي فيك تعمليه كل حياتك. انا ما بلاقي ساعة ونص شي الانسان في يعمله كل حياته، فيك تعملي 45 دقيقة او تمشي بنهارات اكتر. ايه هاي مونيك، انا بحبك كتير. كم مره لازم نعمل معده لنستفيد؟ كل يوم 100 معده على القليله، 100 معده كل يوم، اعطيني 6 اشهر شوفي كيف بتصيري. شو رايك بالرياضه برمضان نحن وصايمين؟ بيقولوا الرياضه قبل الافطار بساعه بتحرق دهون. انا بفضل تكون بعد الافطار صراحه، لانه قبل الافطار بلاقي كتير 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 صعب. ما بقى حدا يكتب شيء بليز بترجاكم. هاي انا طولي هالقد، قديش لازم يكون وزني؟ رح ابعث لك فات تيست لانه بنعمل لك الفحص كامل، هذا كادو. حدا عم بيقول لي ثانك يو، يو ار ويلكم. حدا عم بيقول لي مونيك شو قلتي لنا لازم نعمل على الفيسبوك بصحي وسريع لنقدر نشوف البوست؟ فولو فيرست، بتحطوا فولو فولوينج، وبس تفوتوا على الفولوينج بتحطي فولو فيرست. حدا عم بيقول بونجور مونيك، شو الفرق بين فحص الانسولين وفحص السكر بالدم؟ فحص الانسولين فحص الانسولين، وفحص السكر بالدم فحص السكر بالدم، ومخزون السكري الاش بي اي ان سي، كل فحص فحص. ممكن الجلوكوز يكون واطي بس الانسولين يكون عالي؟ ممكن، اكيد اكيد ممكن، لانه بيقول الانسولين بيأثر على تكيس المبيض، اكيد كمان ممكن. انا طولي 1.63 ووزني 56 كيلو، والجلوكوز عندي 90 بالدم. انا ضعيفه بس عندي كياس على المبيد، ممكن سكر وكربوهيدرات يكونوا عم بيعملوا هالمشكله؟ اكيد لا، مخصك بهذا الموضوع نهائيا، بتجنني. حدا عم بيقول لي كيفك مدام مونيك، انا شاب طولي 1.80 وزني 68 وبدخن، بس عندي شويه كرش بس بعمل رياضه مش يوميا. اذا الرياضه بتشيله الرياضه اكيد. هاي مونيك كيفك، اشتقت لك، صرنا جمعتين مش سامعين صوتك لك. انا كنت كل خميس، صار عنا ادمان على صوتك ونصايحك مثل العاده. نحن بطريقنا من ابو ظبي لدبي، تحياتنا كمال وتغريد. ميرسي يا كمال، بس انا كنت على السمع نهار الخميس لانه بلبنان كانت الجمعه العظيمه. ليلى كرم، سوري، شو ليلى كرم جو في مسابقه كان ابو ملحم؟ ليلى كرم لك شو فاتحين الصبايا. هاي كيفك، هاي كيفك، انا عندي بطن من بعد ولادي، بدي عملت رجيم ونزلت 3 كيلو وبعدها وقفت، صحت 4 كيلو.
طب شو بدنا نعمل؟ مش لازم تعملوا رجيم؟ صار لي من بكره بقول لكم ما بقى تعملوا رجيم. خبز الساج قد فيه كالوري؟ مثله مثل حيالله خبز، كل 25 جرام نحن بنعتبره تقريبا بين 70 و 80 وحده حراريه. حدا عم بيقول لي كثير ناس عم بيطلبوا فات تست وعم ببعتهم طبعا. مدام مونيك انا عامله ابدومينوبلاستي، بعد كم من الوقت بعد رجعت امشي على تريدميل بقدر امشي؟ بدك تسالي حكيمك مدام، اكيد مش انا ما بتساليني الي. اذا شاد دمعتك الحكيم بيقول لك مدام انا ضروري اشوفك شخصيا، اي متى بتكوني بالزوق؟ انا ساكنه بالشمال. مدام انا بشوفك بقلي صار، وهدول الارقام اتصلي فيهم وخلينا نشوف شو الوضع. قديش لازم ننزل من وزني؟ رح ابعت لك فحص دهن كادو لانه هي بدها جلسه. ايه بونجور مدام مونيك، سوري انا كنت انا عم بسمعك بالشغل وما عرفت اذا جاوبتيني او لا على بذر دبار الشمس، قديش بقدر ناكل بنهار وقديش باسبوع؟ بونجور مونيك، انا اول مره بسمعك بس كثير استفدت وحبيت وبدي اسالك. انا جايبه ولدين صغار وعمرهم 25، عمري 25، ترهل جسمي شوي وانصحت. قديش بدي وقت اذا التزمت بالاكل الصحي لاشوف نتيجه؟ لانه مشكلتي ما عم بصبر وهالشي عم بياثر على نفسيتي. وقديش لازم نمشي بنهار؟ لازم تمشي 10,000 فشخه بنهار، ولازم تصبري كل حياتك، اسمعيني منيح، كل حياتك تتلاقي النتيجه مره وتضل عليها، لانه حتى لو لقيت نتيجه وما صبرت رح يرجع. مونيك كيف منقدر نسمع الحلقة ريبلاي؟ وين نهار متى جو بتبعتها؟ تنين تلاتة لحقونا على فيسبوك، مننزلها نحن على فيسبوك. بليز فات تست لبنوتي، شو رأيك عيادة بالمنصورية؟ بليز ندى، ما عندي، أقرب عيادة هي الأشرفية وعملي لنا رينوفاسو. قدي لازم انزل والفات عندي؟ رح ابعت لك الرقم. دريت سوري اذا بحكي كتير، بعتذر عن جد، بحبكن كتير وبقلكن أرفوار. ما تنسوا انه صحي وسريع عياداتنا، احنا عنا 5 عيادات بلبنان، عنا عيادة بالأشرفية، عيادة بالمزرعة، عيادة بأليسار، عيادة بالزوق، وعيادة نسيت وين العيادة الباقية، بالزلقة. كيف معقول انسى الزلقة حبيباتي؟ بالزلقة. فموعدنا جمعة جاي نهار جمعة، من هلأ لوقتها شو ما بتكون تعرفوا تسألوا فيكن تسألونا، بتفوتوا على صحي وسريع باج بالعربي أو مونيك باسيلا زعرور، وفي صورة للصبايا كلهم، بتكبسوا على الصورة وبتسألوا حيالله سؤال بتكونوا منجاوب بأقل من 24 ساعة. جو جرجس I love you وبحبكن كتير، وإن شاء الله تكون جمعة ممتازة. بلاقيكن جمعة جاي نهار جمعة طبعا عطول عطول على جرس كوب بين 12 والتنتين، معكن مونيك باسيلا زعرور من صحي وسريع. صحي وسريع مع مونيك باسيلا زعرور، كل جمعة 12 الظهر على جرس تخوك. صحي وسريع.